مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنغطي كل اخبار النادي الاهلي، واكيد هنغطي ماتش اطلع بره ان شاء الله. الماتش المهم جدا، المباراه المهمه جدا اللي مستنيينها كلنا ان شاء الله، وان شاء الله تكون او يكون فوز من نصيب النادي الاهلي. بطل السودان فريق اطلع بره، اكيد مباراه معظمنا شايفينها سهل، لكن مفيش سهل في الكره زي ما اتكلمنا مع حضراتكم امبارح. مفاجآت الادوار التمهيديه بتكون صعبه جدا ان شاء الله. النادي الاهلي اكيد عامل حسابه، وان شاء الله مش هيبقى فيه مفاجآت، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكون البطوله من نصيب النادي الاهلي بالشغل الشاغل للبطوله الافريقيه بالنسبه لينا كاهلاويه، ان شاء الله تكون من نصيبنا ان شاء الله. هيكون معايا بعد الفاصل كابتن احمد سامي نجم الاهلي، هنتكلم فيه عن هذه المباراه تحديدا، هنتكلم فيه عن شكل الدوري اللي جاي، هنتكلم فيه عن اتحاد الكوره، هنتكلم فيه عن المدير الفني المنتخب المصري اللي لسه مش عارفين اسماء يعني تحديديه ليه. اسماء مرشحه كتير، سمعنا اسماء كتير، لكن ان شاء الله نختار الاسم المناسب زي ما بنتكلم مع نجومنا اللي كانوا بيشرفونا الايام السابقه. يكون معايا في الجزء الثاني الدكتور اسامه غنيم، رئيس المنظمه المصريه وعضو المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات. اكيد هتكون فقره مميزه جدا، هنتكلم فيها عن المنشطات واضرارها، وايه اللي ممكن ناخده كلاعيبه كوره او كرياضيين بشكل عام، ايه اللي ممكن نستفيد منه. اكيد فيها اضرار كبيره جدا المنشطات، وكمان ممكن تؤدي للموت، اكيد بتؤدي للموت، هنعرف منه. هيبقى ان شاء الله فقره مميزه، خليكوا معانا فيها. هيكون معاكم في الفتره او في الفقره الاخيره النجم امير عبد الحميد حارس مرمى الاهلي السابق مع زميل العزيز محمد سعيد. ان شاء الله تكون حلقه تنال رضاكم واعجابكم اللي احنا دايما بنسعى ليه. بصراحه كلنا احتفلنا بمرور 11 سنه على تاسيس قناه الاهلي، القناه اللي كل الاهلاويه دايما بيتابعوها حتى لو الشعار بس على الشاشه. كلنا دايما بنطور، وكل الجماهير دايما بتطلب بتطوير القناه، واحنا كلنا كقناه اهلي دايما بنطور ودايما بندور على افكار. لكن انا عايز بس يعني بترجى من حضراتكم ان احنا دايما ما نحكمش في الظهور الاول، يعني بلاش الحكم في الظهور الاول. اتكلمنا برضو قبل كده عن صعوبه الحكم المبدئي، بقى صعب جدا. يعني انا مثلا اول مره اطلع على شاشه قناه الاهلي، اي حد في الظهور الاول ليه في اي مكان، في شغله، في تمرينه، في دكتور، مهندس، الظهور الاول ليه دايما بيبقى صعب قوي، ودايما ما ينش امكانياته ولا حتى 20-30%. فدايما احنا للاسف، للاسف الشديد انا بتكلم معاكم بصراحه، وانا متعود اتكلم معاكم بصراحه حتى لو في ناس كتير بتزعل مني، لكن انا الحمد لله صريح جدا. دايما بنحكم على الظهور الاول او الشكل الاول او الشكل المبدئي، وبنحكم وبناخد قرار ان الشخص ده ما ينفعش، ودي نتيجه طبيعيه جدا. لو هحكم على اي حد في اول ظهور لي، خلاص شكرا مع السلامه. ودي دايما بتؤدي لاخطاء كارثيه او احكام كارثيه او نتائج كارثيه زي ما انتم عايزين تسموها، او نتائج سلبيه جدا جدا جدا، اللي هو الحكم الاول، الحكم المبدئي. فلازم ندي الفرصه لاي حد بيطلع، لاي حد بيشتغل، لازم نديله الفرصه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. هو ده دورنا، دورنا كجمهور، دورنا بشكل عام كإدارة في أي مكان، إن احنا دايما في ظهر أي حد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لغاية لما نشوفه فعلا، نشوف شكله الحقيقي فعلا، نشوف مستواه الحقيقي فعلا. أنا بتكلم بقى في كل المجالات، مش هنا كقناة أهلي أو ظهور أي حد، بتكلم في كل المجالات. دايما ما نحكمش من النظرة المبدئية، صعب جدا جدا. ممكن في ناس بتشوفها أول مرة، وأكيد حضراتكم حصل معاكم الموضوع ده كتير جدا، تشوف واحد أول مرة بتبقى متضايق منه، مش عايز تسلم عليه، ايه الشكل ده، ده شخصيه مش عارف ايه. وبعد كده لما تعرفه بتقول انا كان حكم عليه كله غلط. نفس الكلام في الشغل، بتشوف موظف ممكن تقول عليه مستهتر، ممكن تقول عليه ده مش بتاع شغل، وبعد كده بتلاقيه احسن واحد عندك في الشغل. فلازم نتأنى في الحكم على الاشخاص ايا كان اماكنهم فين. لازم هنتكلم بعد ما نطلع فاصل، هنتكلم عن قناة الأهلي والأدوار اللي لعبتها قناة الأهلي، وأكيد كمان الدعم الجماهيري لقناة الأهلي، هنتكلم فيه بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كنا بنتكلم قبل الفاصل عن قناه النادي الاهلي ومرور 11 سنه على انشاء هذه القناه اللي كل الاهلاويه زي ما قلت لحضراتكم بيتابعوها. حتى والله العظيم في ناس بتقول لي يا كابتن احنا ممكن نقعد نتفرج على القناه حتى بس وعلى الشعار من غير اي حد. القناه بالنسبه لنا حاجه يعني مقدسه واحنا طبعا بنحترم كده وبنقدرها قوي، عشان كده بنحاول نطور القناه كل يوم كل يوم وكلنا بنشتغل. وانتم عارفين النادي الاهلي السمه الغالبه عليه ان هو كله بيشتغل من اجل المصلحه العامه. فان شاء الله ان شاء الله تشوفوا القناه بالشكل الله كل يوم هتشوفوا جديد باذن الله، وكل ساعه هتشوفوا جديد ان شاء الله لغايه لما نرضي طموحكم اللي بصراحه ما حدش بيعرف يرضي طموح جميع النادي الاهلي تحديدا. ودي حاجه احنا بنحبها وبنقدرها وبنعتز بيها احنا يعني كجزء من النادي الاهلي اللي بنتشرف دايما ان احنا جزء من النادي الاهلي. لكن بكرر وبقول على حضراتكم بلاش الحكم السريع على اي حاجه، بلاش الحكم في الظهور الاول، بلاش ان احنا نحكم مجرد جمله احنا قلناها ايا كان او في اي مكان. مش عايز اتكلم على حاجه بالتحديد يعني، لكن الحكم على الاشياء بسرعه دايما بيؤدي نتائج سلبيه، دايما بيؤدي لنتائج مش مطلوبه، دايما بيودينا لحته بعيده جدا. دايما ممكن لو انت حكمت على شخص من اول مره هتظلمه ظلم بين، لان انت ممكن كمان الشخص ده ما يكونش عنده قوه اراده او شخصيه قويه جدا انها تستحمل النقد او الانتقاد، فبيقول لك خلاص بقى انا بصراحه ممكن ما اعرفش اكمل، فعلا الناس عندها حق. فاحنا نتأنى شويه خصوصا مع الحاجات اللي احنا بنحبها او اللي احنا مرتبطين بيها. اكيد طبعا حضراتكم فاهمين اللي بين السطور، نتأنى وان شاء الله تشوفوا احسن حاجه زي ما احنا متعودين مع حضراتكم وزي ما احنا يعني بنوعد حضراتكم. القناه اعمدتها كانت كتيره جدا، لو قعدنا نقول اشخاص يعني اكيد هننسى حد، وممكن كمان ننسى كمان يعني ناس كانت مؤثره جدا في قناه النادي الاهلي. لكن احنا بنحاول ان احنا دايما نذكر بعض، ممكن ما تقالش اسماء قبل كده، ممكن ما تقالش اعمده كمان قبل كده، لكن يعني عارفين طبعا احنا مخرجنا الكبير احمد برجاوي اللي دايما بنتشرف بيه كان وما زال الحمد لله ان هو دلوقتي في قناه النادي الاهلي كلنا طبعا بنشيد بيه. كان في هاني بشار، كان في يشار، كان في احمد عباس طبعا، طبعا مع الحفظ الالقاب استاذ هاني يشار، استاذ احمد عباس، استاذ مصطفى جمعه، استاذ وجدي الشناوي، استاذه نهال البشري، استاذ جمال الجبر طبعا يعني دايما بنتشرف بيه اكيد. طبعا كان في او دلوقتي بقى دكتور عماد يوسف، كان عماد يوسف دلوقتي دكتور عماد يوسف اللي مشرفنا بصراحه في قنوات ابو ظبي. عماد يوسف كان حاجه رائعه في قناه النادي الاهلي، وعماد يوسف اللي اعرفه او هنا كمان في قناه النادي الاهلي لغايه دلوقتي عماد يوسف في اي مجال قناه الاهلي بتروح في اي مكان عماد يوسف بيكون داعم، وداعم كبير جدا جدا لقناه النادي الاهلي، بيحاول يوفر كل سبل الراحه لكل البعثه الموجوده في اي مكان، في ابو ظبي، في دبي، في اي مكان بيكون فيه عماد يوسف. عماد يوسف حاجه جميله جدا. كان كمان الاستاذ ايهاب الخطيب اللي ما كانش بيسيبنا احنا كلاعيبه كوره، كان دايما ينتقدنا واحنا تشرفنا بيه في القناه، وربنا يا رب يوفقه في الفتره اللي هو فيها. واكيد طبعا المرحوم الكبير جدا 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 دكتور خالد توحيد اللي وجع قلبنا كلنا، لكن هي دي سنة الحياة. كل دول كانوا أعمدة مع الأعمدة اللي حضرتكم شفتوها الأيام اللي فاتت. مش عايز أنسى أسماء، لكن أنا دايما بقول اللي بفتكره، وإن شاء الله وأكيد هيجي محمد سعيد ده يكون فاكر ناس. اي حد بينتمي النادي الاهلي بيشتغل، مش عايز يقول اسمه او نقول اسمه، لكن احنا دورنا ان احنا بنحاول نتذكر الاشخاص، وان شاء الله تفضل قناه النادي الاهلي الى ان يشاء الله. يعني دايما بنحاول ان احنا نكون معاكم، ودايما بنحاول ان احنا نرضيكم. قناه الاهلي او النادي الاهلي كله عيله واحده، عيله مترابطه، عيله متماسكه، عيله كلها بتستظل بشعار النادي الاهلي الكبير جدا. عندنا تقاليد وعندنا عادات وعندنا اسس وعندنا مبادئ وعندنا اخلاق. مش عايز اقول لكم ان الحظر الوحيد علي انا كمقدم برامج او علينا احنا كلنا اللي هو عدم المبالغه في الفرحه وعدم الإساءة إلى أي خصوم بأي شكل من الأشكال، الخصوم اللي هم في الكورة يعني أو المنافسين، بلاش الخصوم، المنافسين بأي شكل من الأشكال. ودي حاجة تخليك أنت قاعد يعني في مكان فخور إن أنت ممكن لو قلت حاجة تلاقي حد بيقول لك لأ بلاش، لو حتى لمحت تلاقي حد بيقول لك لأ بلاش، خلينا في شكلنا، خلينا في طبيعينا، خلينا في جمهورنا، خلينا في نادينا زي ما احنا متعودين. ساعات أنت بتكون متضايق جدا من كتر اللي بتسمعه، او محروق قوي على اللي انت بتسمعه، او محروق قوي على اشخاص انت يعني كنت بتتمنى تشوفها، فبتبقى متضايق قوي. فاول ما بيجي لك الفرصه بتعبر بمنتهى الادب، حتى دي كمان ساعات احنا بنتلام عليها، وده كمان يدعوك ان انت تكون فخور ان انت عندك رقيب بيحاسبك
طبعا احنا بنحاسب نفسنا وربنا طبعا بيحاسبنا، لكن انت دايما حد عندك كبير بيقول لك لا بلاش، خلينا في شكلنا، خلينا في ادبنا، خلينا في احترامنا، خلينا في اخلاقنا، خلينا في مبادئنا. هو ده النادي الاهلي وهي دي قناه النادي الاهلي، وان شاء الله تفضل كده باذن الله. ودايما كل سنه وانتم طيبين وفرحانين بناديكوا اللي دايما بيوعد وبينفذ حتى في اصعب الظروف، حتى لو ظهره كله طعنات شغالين ومفيش حاجه بتوقفنا ان شاء الله. ان شاء الله بنرضي ربنا وبنرضي ربنا في شغلنا، وبنشتغل بكل جهد وبكل ما اوتينا من قوه، عشان كده ربنا دايما بيكافئنا في الاخر. اوعى تفتكروا ان الاجوان اللي بتيجي في الاخر او البطولات اللي بتيجي في الاخر الكلام ده بيجي يعني من فراغ، استحاله. ربنا بيشوفك بتشتغل ازاي، بتتعب ازاي، بتسكت ازاي، بتحترم الناس ازاي، بتحترم جماهيرك ازاي وكيانك ازاي، عشان كده ربنا بيكافئك وبيكافئك كمان بحاجات حلوه قوي قوي. الحمد لله والشكر لله. تعالوا اقول لكم اخبار النادي الاهلي. اكيد كلنا كنا بنتكلم عن التذاكر، الاهلي والفريق السوداني اطلع بره، كان حصل مشاكل لكن الحمد لله تم تداركها خلاص. كان النهارده في منافذ بيع للتذاكر، وان شاء الله كمان بكره وبعده لغايه يوم المباراه ان شاء الله تكون في يسر في الحصول على تذكره مباراه. الجماهير الاهلاويه الحمد لله 10,000 يا جماعه، احنا بنتدرج ان شاء الله لغايه لما نملى الاستاد، وان شاء الله نملى استاد القاهره اللي خدناه خلاص ان شاء الله واحده واحده. معلش معلش احنا صبرنا كتير جدا في 10,000 ماشي، انا عارف ان هو عدد قليل بالنسبه لجميع الاهلاويه، احنا عايزين استادات استادات مش استاد واحد عشان يعني يسع جزء صغير من جميع الاهلاويه. اتحاد الكره بيعرض على مدرب المنتخب الجديد إقامة معسكر سبتمبر بدون وديات، يعني بنتخيل إن في مدرب جديد فإحنا بنعمل تصور، يعني مفيش مدرب لسه اختير بالاسم، لكن ده تصور إن هو يبقى في معسكر من يوم 2 ليوم 9 سبتمبر بدون مباريات ودية. طب لازم بقى نشوف المدرب، المدرب والله العظيم موضوع سهل، ناس بتفهم في الكورة، ناس بتحب بلدها، ناس مخلصة جدا، ناس بتحسن الاختيار للمصلحة العامة وليس مصلحة الأشخاص، يقعدوا على ترابيزة كده زي اللي أنا قاعد عليها دي ونقول يا جماعة والله مثلا مثلا يعني إيهاب جلال، والله حسام حسن، والله الكابتن حسن شحاتة يبقى مدير فني للمنتخب ومعاه مدير فني ممكن حسام حسن أو إيهاب جلال. أنا ما بقولش أسماء، أنا بقول الأسماء اللي أنا بتذكرها بس، مش متحيز لاسم الكابتن ربيع ياسين أيا كان، كابتن شوقي غريب، ونقول مين اللي يصح ومين اللي ممكن يقود هذه الفترة. لكن مش عايزين نقول هيقود الفتره مثلا لغايه بطوله افريقيا او لغايه مثلا، عايزين مدرب عنده مشروع، مشروع بمعنى الكلمه، مشروع عندي 5 سنين، عندي 3 سنين اعمل فيهم كذا وكذا وكذا. لكن مش عايز مدرب يطلعني افريقيا واخد افريقيا حتى وبعد كده الاقي ان انا محتاج تاني. مش عايز مدرب يديني كاس العالم والاقي نفسي طالع بفضيحه وشكلي وحش قوي. انا عايز مدرب يقنعنا احنا كجماهير ان احنا عندنا مدرب كويس، واحنا عندنا مدرب كويس. فناس محبه لمصر، المصلحه العامه، يقعدوا يتفاوضوا على مدرب وان شاء الله نوصل لمدرب، ولازم يكون في مدرب يعني خلال اليومين 3 اللي جايين دول. ان شاء الله ربنا يجيب الخير. حسين الشحات بيختار علي معلول افضل لاعب في الاهلي. بصراحه كان اختار حسين الشحات واحمد فتحي وكان اعتقد كمان شريف اكرامي، معظم اللعيبه او معظم كمان النقاد الرياضيين اجمعوا على علي معلول افضل لاعب في الاهلي، وممكن يكون افضل لاعب في الدوري. ليه لا؟ لان علي معلول قدم في المباريات الاخيره، قدم مباريات ولا اروع. مش عارف بقى كان بيعاند في المدرب التونسي اللي ما اختاروش المنتخب التونسي، كان برضو حاجه احنا كلنا استغربناها. علي قدم مردود قوي جدا، ازاي ما تختارونيش وانا فعلا كان لازم العب المنتخب التونسي. علي عمل كروسات، علي عمل اسيستات، علي جاب اجوال، جاب 3 نقاط غاليه جدا. علي في وجهه نظري انا شخصيا لعيب ذكي قوي قوي قوي، بيعرف امتى يتواجد، امتى نقول علي معلول موجود، امتى يتدارك اخطائه، امتى يبعد عن المناطق، ودي ذكاء لعيب ومطلوب قوي كمان. فعشان كده حسين الشحات بيختار علي معلول افضل لاعب في النادي الاهلي. تعالوا اقول لكم الخبر. تفاعل حسين الشحات نجم الاهلي او تفاعل مع منشور الصفحه الرئيسيه للنادي لاختيار افضل لاعب في الاهلي نسر الاهلي على الموسم الذي توج فيه الفريق الاحمر بلقب الدوري للمره الرابعه على التوالي ورقم 41 في تاريخه. عايزين دايما نقول ما بعد الدوري ال 41 وما قبل الدوري ال 41، لان ال 41 ده دوري استحاله يتكرر تاني.
باحداثه بكل اللي فيه. احلى حاجه، احلى حاجه، مع ان احنا في ايام مفترجه يعني، مش عايز اقعد بقى اقول بقى انا قلبي ما بيشيلش والله العظيم، بس كانت ظروف صعبه جدا علينا كلنا كاهلاويه من كل المناحي بصراحه. لكن شفت انت كل اعدائك في شكل، مش اعدائك بلاش اعداء كمان، شفت كل اللي ضدك في شكل مجسم، بشكل مجسم. فدي كانت حاجه برضو ما يعني، انت ما بتحصل لك مصايب بتطلع منها بحاجه كويسه، دي كانت الحاجه كويسه. انت شفت كل يعني الناس اللي كانوا عايزينك تقع، وكانوا طبعا بيحلموا، لان زي ما قلت لحضراتكم ان كل اللي في الاهلي بيحاولوا يرضوا ربنا على يعني على اقصى استطاعتهم، عشان كده ربنا دايما بيرضينا احنا كلنا كاهلاويه في الاخر. لكن ما قبل الدوري ال 41 وما بعد الدوري ال 41 دي كانت نقطه فارقه فعلا في تاريخ النادي الاهلي كله، لان احنا عمرنا ما شفنا ولا هنشوف ان شاء الله زي ما شفنا السنه دي. حسين الشحات يعني اختار خلاص علي معلول، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده احمد فتحي اثنى على علي معلول، لو كنت فاكرين اللقاء بتاعه كان في باص النادي الاهلي وكان في حديث يعني تلفزيوني معاه واشاد بعلي معلول، وعلي كمان قابل الاشاده كان يعني بضحك وبيتكلم مع احمد فتحي ان هو يعني مبسوط قوي ان احمد فتحي اختاره، لو تفتكروا المشهد وباس احمد فتحي في الاوتوبيس. ناصر ماهر بيعود مجددا الى سموحه، ناصر ماهر صانع العاب النادي الاهلي الى سموحه لمده موسم على سبيل الاعاره. ناصر ماهر من اللعيبه اللي انا شخصيا بحبها جدا، من اللعيبه الحريفه قوي قوي قوي. هو في ايه بقى مش عارف يعني، اكيد ناصر ماهر بيفكرني بصالح كده، بس يعني مع الاختلاف في الشقاوه شويه. صالح الحمد لله دلوقتي خلاص، الحمد لله رب، يا ربنا يعني يا صالح ما يرجع الايام دي تاني ودايما تمتعنا كده، وان شاء الله ناصر يرجع النادي الاهلي بكل قوه تاني مره تانيه، لانه لعيب يستاهل ان هو يكون متواجد في اكبر الانديه العربيه والاوروبيه كمان. يا رب ان شاء الله تفتكروا كلامي ده. ناصر ممكن الاعاره تكون احسن بكتير في ظل العناصر اللي جات، وانتوا عارفين دايما اللي بيجي بيبقى عايز يلعب وعايز يموت نفسه، وكمان النادي بقى عايز يقدمه. ففرص ناصر اعتقد ان ده كان قرار صائب من اداره النادي الاهلي، واعتقد كمان ان هو في مصلحه ناصر ماهر. ان شاء الله ترجع وترجع بسرعه جدا لناديك وبيتك، وان شاء الله تقنعنا وتقنع كل الناس انت لعيب جامد جدا، وان شاء الله كمان تحترف في اقوى الدوريات الاوروبيه. النجم الساحلي انا مش هعلق على الخبر لغايه لما النادي الاهلي اكيد يعني علق عليه او يرد زي ما احنا متعودين دايما، ودي سياستنا في كل مكان. النجم الساحلي بيقول ننتظر رد الاهلي لحل ازمه كوليبالي، ما بحبش اتكلم عليه شخصيا باللي عمله والكلام اللي قاله، كمان كانت حاجه بصراحه اسمه يعني غباء رياضي بالمصطلح بتاعنا، ان انت تتكلم على مكان كبير جدا جدا وتتكلم على بلد بحجم ماشي، يعني أنا بقول مش عايز أتكلم عليها برجاوي، بتروح جايب صورته في وشي كده ماشي. النادي النجم الساحلي أنتوا عارفين إن هو اتفاوض مع هذا اللاعب، وإن شاء الله النادي الأهلي هيرد عليه لحفظ حقوقه، وأنتوا عارفين حقوق النادي الأهلي الحمد لله الحمد لله بفضل ربنا ما بتروحش، ما بتروحش أبدا. فضل الله بيقول لجريدة الشروق تعيين لجنة، عارفين طبعا إن فضل الله أو محمد فضل الله أو دكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي وخبير اللوائح، بيقول تعيين لجنة تدير اتحاد الكرة مخالفة صريحة للائحة الفيفا. يعني نص قوي جدا، كنت نفسي لو ينفع نجيبه على التليفون، يعني لو ينفع يقول لنا يعني ايه الموضوع علشان ما نقعدش نقرا كتير، لكن انا هحاول اقرا لكم اللي كتب اللي قاله الدكتور محمد فضل الله. كشف محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي في تصريح للشروق عن حقيقة تعيين لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة لمدة عام بعد استقالة المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة. أكد فضل الله أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يخالف النص الصريح الوارد في المادة 17 من لائحة النظام الأساسي التي صدرت في يناير من العام الحالي. قال كمان تعيين أي لجنة من قبل الفيفا لإدارة شؤون أي اتحاد كرة قدم وطني يعد مخالفة صريحة للمادة 17 من النظام الأساسي للفيفا نفسه، والتي تؤكد في الفقرة واحد على أن كل عضو لديها بمعنى أي اتحاد وطني يجب أن يدير شؤونه دون تدخل طرف ثالث. أنا كنت عارف كده بصراحة برضو، هي أن الجمعية العمومية فقط هي صاحبة السلطة للتصديق على أي قرار، تدخل واضح وصريح. والدكتور محمد فضل الله قال إن هو طبعا مخالفة صريحة، يعني هو بيخالف
بنوده او بيخالف اللوائح عنده. فضل الله بيقول او تساءل كيف سيقبل الفيفا على نفسه ان يكون طرفا ثالثا ويخالف نص نظامه الاساسي متخطيا سلطه الجمعيه العموميه للاتحاد والتي انتخبت او انتخبت مجلس الاداره والتي لها الحق دون غيرها في منح الشرعيه لاي لجنه او مجلس اداره اخر. ده كان يعني جزء من كلام الدكتور محمد فضل الله، كلام كتير جدا ان شاء الله نحاول نجيبه على التليفون. طيب يلا انا معاك، احنا نقول اخبارنا واول ما يدخل نرجع للخبر تاني، او ماشي خلينا نكمل كلامه لغايه لما نجيبه على التليفون. دكتور محمد فضل الله خبير كبير في اللوائح واكيد كلامه هيبقى مفيد جدا في ظل يعني اللي احنا بنسمعه من الفيفا وتدخلها الواضح في شؤون الكره المصريه، هل يحق لها التدخل ولا ما يحقش لها في ظل وجود جماعه؟ هنشوف. مش عايز اقعد اتكلم يعني كلام انا مش دارسه كويس بصراحه. قال كمان ان الفقره 4 من الماده 17 واضحه وصريحه حيث تنص على عدم الاعتراف باي قرارات تصدر من مجالس غير منتخبة أو معينة، فكيف يقوم الفيفا بمخالفة ذلك ويعين هو لجنة تدير اتحاد الكرة؟ وطالب فضل الله بضرورة تنفيذ لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي تنص على إجراء الانتخابات خلال 3 شهور من استقالة مجلس إدارة الاتحاد، لأن أي طريقة أخرى للالتفاف حول اللائحة ستنال من سمعة الكرة المصرية. معاك جدا، فالجمعية العمومية فقط هي صاحبة الحق دون غيرها في انتخاب المجلس أو سحب الثقة منه أو اختيار مجلس آخر. طيب دكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي معايا على الهواء، أهلا بيك يا دكتور. كابتن عبد الحميد ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب ودايما منورنا في وقت الأهلي. ربنا يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. كنت بعلق على كلام حضرتك اللي هو تعيين لجنة تدير اتحاد الكرة مخالفة صريحة للائحة. طبعا القواعد الدولية وخاصة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم يحظر على الاتحادات الوطنية ان هي تيجي طريق التعيين او يكون في اي تدخل من اي سلطة خارجية بتمثل طرف ثالث في اعمال الاتحاد. تمام. لان من خلال هذا الامر بيضمن استقلالية هذا الاتحاد وبيؤكد دايما على مشروعية سلطة الجمعية العمومية في ان هي اللي تحدد او هي اللي تدير شؤون هذا الاتحاد. فبالتالي لما أدير الحالة اللي فاتت هي مجموعة من الآراء حوالين يبقى في لجنة معينة، إحنا عشان يحصل عملية إدارة للاتحاد في ظل مجلس إدارة تم استقالته لازم إن إحنا نرجع لحاجتين، أو نرجع للائحة النظام الأساسي الخاص باتحاد كرة القدم. تمام. لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة بتقول إذا استقال مجلس الإدارة فالمدير التنفيذي هو اللي يتولى إدارة شؤون الاتحاد لمدة معينة، يدعو في خلال هذه المدة 3 أشهر دي، تمام، يدعو الى جمعيه عموميه اجتماعها عشان يحصل عمليه انتخاب لمجلس اداره جديد يدير هذه يدير الاتحاد للمده المتبقيه. طيب اذا ما كانش في رغبه من قبل الجمعيه العموميه في ان هي تجيب مجلس اداره منتخب يدير الاتحاد لمده محدده اللي هي لغايه 2020 لحين اجراء انتخابات جديده، الجمعيه العموميه ايضا لها الحق في هذه الحاله ان هي تجتمع وتنعقد وتختار هي بنفسها بمحض ارادتها لجنه لاداره شؤون هذا الاتحاد. تمام. طيب النظام الاساسي للاتحاد الدولي بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا في الماده 17 الفقره 1 بتقول يجب ان تضمن كل الاتحادات الوطنيه واعضاء الاتحاد الدولي استقلاليتها في اتخاذ قراراتها بناء بعيدا عن اي طرف ثالث. وفي الفقره 4 بيقول سواء كان الاتحاد اللي هيجي ده او مجلس الاداره غير منتخب او معين الفيفا لن تعترف بقراراته. تمام. ده معناه يا كابتن عبد الحميد ايه؟ ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نرجع للجمعيه العموميه وهي التي تختار اعضاء اما بالانتخاب لمجلس اداره يستكمل المده او اعضاء للجنه يديروا شؤون الاتحاد للمده المتبقيه من عمر هذا المجلس الذي قدم استقالته اللي هي السنه المتبقيه. تمام. تمام. فده كان التوضيح كباب من خدمه توضيحه علشان الناس تقدر تفهم ان احنا في الاخر بتحكمنا قواعد وطنيه وقواعد دوليه. تمام. يجب ان يتم احترامها اعلاء بقيمه وسلطه الجمعيات العموميه للاتحادات المنتخبه. أكيد أكيد كلام مهم جدا. لكن آخر سؤال قبل ما أقفل مع حضرتك يا دكتور، يعني الفيفا بالمؤسسة الكبيرة باسم الفيفا إزاي يعني تدخل في خطأ كبير زي كده؟ وإيه اللي يعني الدوافع اللي خلاها تاخد هذا القرار؟
شوف حضرتك المنظمات الدوليه ليها مكاتب بتراقب عمل الاتحادات الوطنيه. احنا اللي احنا شفناه واللي احنا تابعناه من الصور ما فيش لجنه من الفيفا. ممكن ان يكون دول ممثلين لمكتب الفيفا يبقى، لكن احنا لسه ما شفناش الفيفا داخل ازاي. ولكن في النهايه الفيفا قدامها جمعيه عموميه. هنا الجمعيه العموميه لازم هي بقى اللي تتكلم. كيف تم هذا؟ كيف تم هذا الامر؟ لكن اللي بيحكم هذا الاطار واللي بتؤكد على الفيفا جمعيه عموميه. هناك جمعيه عموميه للاتحاد عليها بقى ان هي تناقش. يعني السؤال ده يا كابتن عبد الحميد سؤال جيد جدا، من المفترض ان يوصل للجمعيه العموميه، اي الجمعيه العموميه لاتحاد الكره مما يحدث؟ واخد بال حضرتك؟ تمام. هم اصحاب الدفاع عن حقهم، ده حق الجمعيه العموميه، اللوائح لا تسمح بالتعيين والجمعيه العموميه عليهم ان يتخذوا هذا الاجراء باعتبارهم هم اصحاب الصوره. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد، دايما بنستفيد من آرائك، وأكيد يعني حاجة جميلة جدا لما يكون عندنا خبير كبير جدا بحجم دكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي. يعني كان تصريح مهم جدا، وكان لازم نعرف يعني على أي أساس الاتحاد الدولي اتدخل في شؤون اللعبة في مصر. لكن لازم فعلا الجمعية العمومية اللي تتكلم في الكلام اللي احنا بنتساءل فيه، وإن شاء الله يعني يكون فيه أفضل من اللي احنا شفناه. نروح للكرة العالمية بعيد شوية. النجم المصري محمد صلاح والقبض على مشجع إيفرتون مرتكب وقاعة العنصرية ضد محمد صلاح، ده كان خبر قالته الشرطة الإنجليزية اليوم الخميس. القبض على مشجع إيفرتون والذي وجه عبارات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. صحيفة نورث ويست نيوز بتقول إن الشرطة اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 32 سنة للاشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية ضد لاعبي نادي أو ضد أحد لاعبي نادي ليفربول بجانب عرقلة ضابط شرطة أثناء القيام بمهام وظيفته. تعرفين المشجعين الإنجليز يعني عندهم عنصرية، أو بعض المشجعين الإنجليز عندهم عنصرية كبيرة جدا، لكن مش عارف مع محمد صلاح إيه العنصرية اللي يعني اللي ممكن تتوجه له بصراحة. فكان حاجة غريبة جدا، لكن الحمد لله إن هم ألقوا القبض عليه وإن شاء الله ياخد العقاب اللازم. عارفين كمان الشرطه الانجليزيه ما بتهزرش في الحاجات دي يا جماعه خالص. النجم الكبير محمد صلاح كلكم كنتوا عرفتوا الواقعه، لكن ان شاء الله ياخد جزاءه وان شاء الله لا تتكرر مثل هذه الوقائع. صلاح كمان خارج قائمه المرشحين على جائزه افضل مهاجم في دوري الابطال. محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي خرج من قائمه المرشحين على جائزه افضل مهاجم في النسخه الماضيه من بطوله دوري ابطال اوروبا. تعرفين مقاييس كتيرة جدا بيتم اختيارها، اللي ينافس على الجائزة في هذا العام كل من ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم اليوفي وساديو ماني جناح ليفربول. برضو أسماء كبيرة جدا قدموا مردود كويس قوي في النسخة اللي فاتت من كأس أوروبا. محمد صلاح ظهر بالمستوى المطلوب، لكن إن شاء الله يكون أحسن وأحسن في الفترة اللي جاية أو المقبلة. محمد صلاح شفناه في المباراة الودية، يعني في ناس لامت عليه في تضييع الفرص أو المباراة السابقة، يعني عايزين محمد صلاح يدخل تاني في الأجواء إن شاء الله. الدوري الإنجليزي بكرة بإذن الله دوري الإثارة ودوري المتعة ماشي زاهر، والدوري القوة اللي كلنا بنستناه كمشجعين مصريين. خلاص كلنا دلوقتي بنلبس التيشيرتات الحمراء، برضه حتى لما تيجي تشجع يا أخي فريق في محمد صلاح تلبس التيشيرت الأحمر. حاجة غريبة قوي ما تلبسوش تيشيرتات، التيشيرت الأحمر دايما بيشد أي حد. عموما نطلع فاصل عشان نستقبل نجم الاهلي الكابتن احمد سامي. اهلا بحضراتكم من جديد، احمد سامي النجم الكبير نجم الاهلاوي منورني ومشرفني في الاهلي الليله. منور الدنيا يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا ميدو. وانت طيب وبخير دايما، دايما منورنا في قناه الاهلي ودايما كده. سعيد عليكم كده. جميل، الاهلاويه بتفرح لما بتشوفك والله. حبيبي. عامل ايه؟ كله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. عندنا دوري جاي وعندنا دوري راح. مش دوري راح على حد يعني، انا عشان بس في ناس بتحاسبني يعني دوري راح يعني الدوري اللي فات. ودوري راح برضه. ودوري جه الحمد لله. لا لا مبروك طبعا لنادي الاهلي وجمهوره وكل اللي بينتمي لنادي الاهلي، طبعا مبروك على الدوري ده، دوري صعب. النادي الاهلي جه من بعيد، كان في اخطاء بالنسبه للنادي الاهلي هي اللي خليته يتاخر كده،
بس الاخطاء دي كانت يعني من خلال كابتن خطيب تداركها وقدروا ان هو يرجعوا الالتزام بتاع الفرقه في شهر واحد. طبعا اخطاء كانت ان احنا ما بداناش كويس، ما استعدناش للدوري بشكل كويس، كنا طالعين محبطين يمكن من بطوله افريقيا، وفي نفس الوقت كان مدرب مشي ومصابين كتير وما كانش فيه تدعيمات. تمام، كل ده العكس شهر واحد. نادي الاهلي فاق بسرعه ورجع لمكانته الطبيعيه. طبعا الاخطاء دي هتداركها السنه الجايه، لكن انا شايف ان انا بشكر اللعيبه، عملت مجهود كبير جدا في ظل ان هم مش في يعني ما بيأدوش الاداء بتاع نادي الاهلي الجماعي، وده طبعا ترجع لحاجات فنيه، لكن اللعيبه هي الدور الاساسي ان الدوري جه من بعيد. في نفس الوقت انت كمان من ضمن الحاجات اللي كانت انت ضغطاك ان انت كان في تحالف عليك. التحالف ده النادي الاهلي، انا بكلمك بمنتهى الامانه، كان في تحالف عليك. فالتحالف ده انا اول مره اعرفك. التحالف ده خلي بالك مش حاجه بعيده عن الكوره، بيحصل في كل العالم يعني. التحالف ده انت قابلته بشكل كويس. ليه بشكل كويس؟ انت قابلته بشكل وانت هادي. هو في تحالف وفي عدوان يعني؟ لا مش مشكله يعني، انا بقول لا انا بقول لك يعني سواء تنافس وكل واحد بيادة. طب ما هو يعني التنافس ما هو كابتن يعني، ما هو كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلع برضه بيعمل تصريحات عشان الخصم يعني المنافس يعني، كل الكلام ده مشروع طبعا. فانت قابلته ايه؟ انت المهم، انت بقى المهم انت قابلته ان انت ما بتردش، بتشتغل بشكل هادي، بتشوف اخطائك ايه، وفي نفس الوقت انت اثبتت كمجلس اداره ان انت درت الملف بتاع الدوري ده كويس جدا، بغض النظر ان هم حاطينك تحت ان انت هتفشل في الاداره. جميل قوي. فانت كابتن خطيب يعني بصراحه ليه دور كبير جدا في الدوري ده، وليه دور في اتزان الفرقه، ويرجع بعد كده اللعيبه. جميل قوي. جميل قوي. انا بحب صراحتك جدا جدا والله على المستوى الشخصي. انا بكلمك اصلا بتتكلم كمان بمنتهى الادب والاحترام والصراحه، ما بتزعلش. انا معاك جدا. عايز اسالك حاجات بس انا عارف برضو ساعات بقلق شويه. لا ما تقلقش، اسال اللي انت عايزه. يعني لو قلت لك ابرز الايجابيات الموسم اللي فات. ابرز الايجابيات ان انت جيت كويسه في شهر واحد، دي هتديك باور السنه الجايه. لكن بتكلمني على الايجابيات، لا انا مش شايف ايجابيات كتيره. تمام. انا شايف الايجابيات الفنيه، نتكلم على حالتين. الايجابيات الاداريه، لا انت برزت فيها قوي في شهر واحد، كنت كويس جدا وفنشت بشكل كويس جدا. تمام. بغض النظر عن الاخفاقات بتاعت افريقيا والبطوله العربيه. تمام. بس انت فنشت الدوري بشكل كويس. ده بيتطلب منك كاداره ان انت برضه هيبقى انت مستعد وتدارك الاخطاء اللي وقعت فيها اول السنه. فالجمهور مطالب من الاداره ومن الجهاز ومن اللعيبه بطوله افريقيا. الايجابيات ان انت قعدت تزن الفرقه بلعيبه كويس، بقى عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه كويسين جدا، وعندك لعيبه انت بتعيرها لا تقل عن الفرقه عن اللعيبه اللي موجوده، فانت عندك تخمه في الحته دي، انت ما عندكش ان انت عايز صفقات جديده خالص. وابرز حاجه في نادي الاهلي ان هو بيجيب اللعيبه اللي هي عايز مش بالكم، بالكيف. فهو دي ميزه، لان الهرموني بتاع الفرقه والتجانس بتاع الفرقه والروح بتاع الفرقه وعلاقه اللعيبه ببعضها، لو انت كل سنه جيت قطعت علاقتي بيك وجي واحد تاني جه قاعد في الاستوديو مختلف، مش هيبقى فيه علاقه اللي هي بيسموها اللي هي ايه، بتحب زميلك في الكوره، بتحب زميلك في الكوره، فانت فنيا هتزيد اكتر مع تكتك والكلام ده، يبقى فيه علاقه كبيره جدا. تمام. فالكلام ده النادي الاهلي ما بيقطعوش، ودي ميزه فنيه كبيره جدا مرتبطه بالاداره مش مرتبطه بالجهاز بس. يعني ما تفتكرش ان الاداره مختلفه عن بعيده عن النواحي الفنيه، لا النواحي بتساعدك من النواحي الفنيه انت بقيت استقرار. وايه هو الاستقرار؟ الناس فاهمه الاستقرار ان انت ما تشيلش المدرب بس، لا انت ما تشيلش المدرب وما تغيرش في اللعيبه كتير. بالظبط. هو نادي الزمالك مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو كل سنه بيغير 17 18 لعيب، فما فيش حته اللي بحب زميلي في الكوره، بيبقى عندي سنه واثنين وثلاثه معاه ففهمه. الكلام ده في نادي الاهلي مميز فيه بقاله كتير قوي، فعشان كده ده رابع سنه دوري على التوالي. فاهمني؟ فيعني ايه حته التنافس في الدوري، عايز نفس طويل، وفي نفس الوقت الاداره مش مختلفه
عن الفنيه مش بعيده، هي بتوفر لك الاستقرار. تمام، انت ما بتشيلش مدرب، مش بس انت ما بتشيلش مدرب، لا انت ما تغيرش لعيبه كتير. تمام تمام. لاسارتي الموسم اللي فات جه على الفرقه ما عملش فتره اعداده زي ما هو عايز، ما اختارش اللعيبه زي ما هو عايز، لكن الامور بقت اسهل نسبيا او اسهل كتير جدا بالنسبه لي. انا مختلف مختلف معاك بمنتهى الامانه. لا انا لا خليني اكمل لك سؤال لسه ما سالتش. انت مختلف معايا. مختلف ليه بقى؟ طب انت بتقول استنى كمل، انت بتقول لاسارتي ما عملش فتره اعداده، لا ده السنه اللي فاتت الدوري 12 شهر، ده اتعمل 17 فتره اعداده. طب خليني اكمل سؤالي عشان كده كده ما كملتش السؤال. ماشي كمل. انا قصدي فتره الاعداد اللي هي الفتره اللي احنا كل متعارف عليها، متعارف عليها غير فترات الاعداد اللي هي القصيره اللي هي الكبيره اللي هي بتبقى في نص الموسم او في اول الموسم حسب التوقفات اللي عندنا في الدوري المصري. طيب كتير جدا. ماشي ماشي. لكن دلوقتي انا سؤالي بقى دلوقتي، هو خد فتره اعداد، شاف اللعيبه، عايز اللعيبه، طلب لعيبه، شاف اللعيبه. انا هقول لك يا ميدو، هقول لك بس اللعيبه اللي شافها جابها، اللعيبه اللي عايزها جابها. والله العظيم بس خليني اكمل لك سؤالي. اكمل لك سؤالي. شاف لعيبه طلبها، الاداره جابتها له، عنده كان عايز مثلا لعيب في مركز، الاداره جابتها او وفرت له كل اللعيبه، فدلوقتي اصبح ان هو مطالب بشكل فني جديد للنادي الاهلي. ده سؤالي. اتفضل. اقول ايه بقى؟ قول اللي انت عايزه. لاسارتي خد فرصته تالت ومتلت، محدش يقول ان هو فتره اعداد والكلام ده، الكلام ده للاعلام. لكن احنا السنه اللي فاتت اقل فرقه عملت 17 فتره اعداد من التوقفات الكتير جدا. ثانيا بس النادي الاهلي ما كانش عنده توقفات كتيره يا كابتن احمد، بغض النظر. لا شهر واحد هقول الاداره ليها عامل كبير. ماشي خلاص ملوش توقفات معاك في الحته. كسبتك اهو، كسبتك. ماشي كسبتني 1-0. النادي الاهلي لاسارتي لما جه الاداره هي اللي جابت اللعيب. تمام. هو ما يعرفش اللعيبه دي. تمام. واللعيبه دي انديفيدوال، لعيب لوحده، لعيب تقيل. تمام. لكن انت ما شفتش الشكل الجماعي بتاع النادي الاهلي. عمل فتره اعداد، راح اسبانيا صح؟ رجع، اداء النادي الاهلي عاجبك؟ حتى بغض النظر ان هو خد الدوري وكسب الزمالك والكلام ده، مش اداء النادي الاهلي. بغض النظر انا بكلمك بمنتهى الصراحه، لكن اداء النادي الاهلي لما تيجي تتكلم على الشكل الجماعي، النادي الاهلي يكسر الدنيا، يكسر الدنيا. انت اتفرجت على الاداء الجماعي اللي بتاع النادي الاهلي فترات طويله كان عامل ازاي؟ مع الاداء الفردي بتاع كل لعيب تقيل، لا قصه مختلفه. النادي الاهلي خد الدوري انديفيدوال بلاعيبه بمجهود فردي مش بتكتيك جماعي. حط ده تحتها 500 خط. انا والحدق يفهم. انا بسالك لحدق مين هو انت بدي فرصه لحدق؟ طيب الشكل يعني خلينا نقول ان كانت فتره وعدت. في ظل التدعيمات بقى، عنده تدعيمات ما شاء الله في كل مركز زي ما حضرتك قلت، مش عايزين اساسا كمان لعيبه، ونجيب لعيبه يعني ماشي، بس انت دلوقتي خلاص انت قفلت على كل خطوطك. انا بقول لك يعني قفلت على كل خطوطك، عندك بدل مركز كذا مركز، بتطلع اعارات لا يقل عن موجودين، ودي فعلا صوت. كلمه حلوه قوي قوي. فدلوقتي انت فعلا مطالب بشكل فني، هل في الامكان احنا نشوف شكل جماعي اللي انت بتتكلم عليه في ظل التدعيمات اللي حصلت في النادي الاهلي؟ انا مش قلقان على اللعيبه والاداره موفره كل الامكانيات للفرقه، يعني اللعيبه تقيله جدا في النادي الاهلي. لكن انت ازاي بقى انت كمدرب تخلي بقى الشكل اللي احنا عارفينه في النادي الاهلي، اللي الواحد قاعد بيتفرج على النادي الاهلي وقاعد وجبه واحد تكتيكيه والجبهات والشغل من العمق ولمسه وتحضير من ورا، وكره بتطلع متسلسله من ورا لغايه لما تفنش هجمه، الكلام ده انا ما بشوفوش السنه دي. تمام. خالص. تمام. كور طويله وفي الظهر، دي حاجه كويسه، بس ده مش اسلوب نادي الاهلي. ما بشوفش كمان بلان ايه وبلان بي وبلان سي، ما بشوفش طريقه 4-2-3-1 وطريقه بره بيلعب ب 4-3-3 بنفس كواليتي 4-2-3-1 اللعيبه متعود عليها. ما بتفرجش على 3-4-3. انت فرقه كبيره جدا، لازم يبقى عندك بلان ايه، وهتلعب في افريقيا، وانت مطالب السنه دي بغض النظر عن اي حجج تاخد البطوله. انت بقالك كام سنه ما بتاخدهاش؟ كتير. فنادي الاهلي مش متعود على الكلام ده. فنادي الاهلي السنه دي موفر كل حاجه للجهاز، كل حاجه لاي مدرب. انا معاك. فانت عندك فنيا برضو انت ما بتلعبش بكذا طريقه، ودي مشكله كبيره جدا في الفرق الكبيره. الفرق الكبيره لازم تلعب بكذا طريقه، لان انت مش لازم تبدا بطرق مختلفه، لا العب بطريقتك. بس انت في الجيم ممكن بغير الطريقه بشكل، بس لازم اللعيب يبقى هو متمرن عليها كويس من النواحي الذهنيه، متعود عليها. قصدي حضرتك الادوار، يعني تغيير الادوار في المباراه بنفس الطريقه. لا والفورمه كمان.
فورمه الشكل، يعني بتكلم على الفورمه 4 2 3 يعني 4 3 3 الفرق الكبيره اسلوبها واحد لكن ادوار اللعيبه بتبقى بتختلف من اوقات لا أوقف. انت السنه اللي فاتت اللي عمل لك تشك في افريقيا ان انت جيت الصبح جيت قلت اللعيبه هتلعب 4 3 3 واللعيبه مش متعود عليها فعشان كده اتغلبت بره. الكلام ده مش مهول استمر عليه وبشكل كويس لان الطرق كلها هي واحد، بس انت اللعيب هو ادواتك بالظبط. اللعيب بقى لازم من الناحيه الذهنيه يبقى عارف دي ودي، ما هو ده اللي بتكلم فيه. ما يبقاش انا بقى بتعامل على لعيب دولي او لعيب كلاس ايه بالظبط واجي اقول له على السبوره بس احنا هنلعب كذا كذا، ما ينفعش بالظبط. لازم يبقى انت ليك دور تكتيك في الملعب لعيب يحافظاه، لان الشكل الجماعي بغض النظر انت بتمرن مين، انت بتشوف جوارديولا جيب له اي لعيب لازم يخش في الترس، الجماعي بغض النظر عن اسم اللعيب ايه. انا مش هفرح ان رمضان صبح بياخد الكوره يقعد يعمل يرقص، اه دي انا مطالب بيها في بعض الاوقات لما يكون الدنيا مزنوقه، لكن الـ الـ الحاجه القماشه الكبيره ايه؟ هو الشكل الجماعي. رمضان صبح بيشتغل ازاي مع معلول، بيشتغل ازاي مع وليد سليمان، مع ازارو، يعني الشكل الجماعي من النواحي الدفاعيه ومن النواحي الهجوميه. تمام تمام. لو قلت لك على اللعيبه اللي خدت عينيك الدوري اللي فات، يعني في لعيبه، يعني انا عندي عمرو السوليه، عبد الله جمعه بتاع الزمالك، الساسي زمالك، معلول اهلي، قلت السوليه السوليه يعني هما دول اللي يعني بغض النظر يعني في بعض يعني اوقات كتيره جدا مستواهم ثابت. طيب صفقات الاهلي الجديده ايه رايك فيها؟ يعني كويسه هتبان بقى. ما هو خلي بالك انت النادي الاهلي بيشتغل بيجيب احسن لعيب، يعني متولي، خليني اقول لك متولي مثلا. اشمعنى بدات بمتولي؟ ما عشان هو هجيبك من تحت لفوق. يعني بغض النظر عن الاسامي، الاسامي كلها كويسه اوكي، بس انت تجيب لعيب هيشتغل ازاي بشكل جماعي؟ يا جماعه الموضوع كله انا بجيب لعيبه يعني بدخله في الحاله الجماعيه ازاي؟ طبعا. ما هتيجي ازاي؟ هتيجي ازاي بقى؟ بس ما انا لازم برضو اللعيب اللي هجيبه هيبقى عنده استعداد ذهني انه يدخل في الحاله الجماعيه ولا لا؟ انا ممكن لعيب اقعد مدرب بس انت بتجيب لعيب منتخب، يعني انت من المفترض ان انت بتجيب لعيب ذكي. طب انت ما صادفش معاك ان انت جبت لعيب وخايب ظنك؟ كنت متفائل بيه قوي ان انت تدخله في حالتك الجماعيه وشغلك وانا عارف شغلك بتشتغل ازاي. لا بس انا اصلا مسكت انديه ما كانش فيها اللعيبه اللي هي الكلاس ايه، يعني النادي الاهلي 30 لعيب كلهم منتخب. انت قصدك على نوعيه اللعيبه؟ نوعيه اللعيبه انت من ناحيه يعني من ناحيه ذهنيه، بيبقى لعيب ذكي وده مخلي بالك ده بيسهلك امور كتير اكيد ما انا ده اللي بتكلم فيه. لكن صفقات الاهلي بتتكلم انت عندك يعني متولي لعيب كويس بس بيلعب مركزين، ممكن يلعب ديفندر ويلعب سيرد باك بالظبط. انا ما بحبش النوعيات دي بجد. انا ما بحبش اللي بيلعب مركزين خصوصا في ناحيه السيرد باك. انا بكلمك بمنتهى الامانه، عايز سيرد باك غريبة قوي دي. انا كده يعني في النواحي في خط الظهر بالذات في نص يعني الملعب. المدرب بيتمنى ان هو يبقى عنده لعيب بيلعب في 3 4 مراكز حتى. سيرد باك لا، سيرد باك لا، انا بحب السيرد باك. سيرد باك ما لعبش كذا مركز، سيرد باك انا بقول لك المركز بس. لكن انا عندي بكراي تلعب في نص الملعب ماشي، عندي نص الملعب يلعب طرف ماشي، لكن في نواحي السيرد باك ليه؟ لا، اصل النادي الاهلي مشكلته الكبيره الفترة الأخيرة هي النواحي الدفاعية. لا حضرتك بتتكلم بشكل عام بالنسبة لوجهة نظرك أنت، ما بتحبش سيرد باك تحديدا، هو عايز سيرد باك بس. أنا عايز سيرد باك بس. ليه بقى؟ بصرف النظر عن الأهلي أو زمالك أو إسماعيلي أو أي حاجة. بيبقى واخد من ذهنه بكلمك بشكل عام، سيبك من الأهلي بقى والزمالك. بشكل عام يعني إيه، بيبقى واخد من ذهنه بيبقى عايز يعمل أدوار مش بتاعته. فبتأثر على مركزه. وخصوصا الحتة دي ما فيهاش ريسك. فاهمني؟ انت قصدك يعني بيبقى جاي في الدفندر. يعني انا جايب ميدو ايه؟ جايب ميدو ايه؟ سيرد باك. انت سيرد باك. هو سيرد باك. احفظ لي مكانك. بس. والنادي الاهلي مشكلته الكبيره برضه، انا بكلمك في الحته دي، في حته القلب. القلب مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي وعانى منها السنه اللي فاتت. عانى منها، كان حمدي هاني بيلعب واشرف بيلعب. يعني كلهم باكات طرف بيلعبوا سيرد باكات. كله مصاب يا كابتن ربيع. يعني قصدي ايه؟ نجيب. ماشي، انا بقول لك يعني انا بغض النظر عن الاصابات وفي ناس برضو مش في مستواها،
يعني انا بكلمك بمنتهى الامانه. تمام. لكن لو اضطريت انت تخلي الديفندر سيرد باك بقى. ايوه انت مضطر بقى. انت مضطر، لكن انا مش مضطر، انا اول السنه مضطر انا بشتري لعيبه، مش تمام. مضطر اعمل. انا بكلمك من خلال المباراه يعني. تمام ماشي. طب قفشه؟ طبعا لعيب جميل، لعيب جامد جدا، لعيب كويس وصغير، ليه مستقبل كبير، ومع نادي الاهلي بقى ياخد بقى طبعا الروح والقتال والقلب والنواح والثقه، تلاقيه في منتخب تلاقي سعره زاد، تلاقي احترف بره. صفقه مميزه. جدا. تمام. جدا يعني، هو مست الاهلي ان هو جاب يعني ناس هو محتاجها. تمام. لو كلمتك، تعال نروح لشخص بقى الكابتن احمد سامي، لو كلمتك على احلى بطوله خدتها واصعب بطوله خدتها مع الاهلي. انا خدت مع الاهلي دوري وكاس في سنه واحده، وكانت الزمالك كان فريق الاحلام نفس الظروف دي. ده فريق الاحلام كان ايه؟ كان الزمالك يعني جايب لعيبه، وكان بين الدورين كان فرق حوالي 12 بوند، وجي الكابتن صالح سليم دخل لنا، وكان الكابتن حسن حمدي نائب للكابتن صالح. ودخل لنا الاوضه واللعيبه، واحنا ما كناش برضو فرقه زي كان. طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم واسامه عرابي وكابتن اسامه عرابي، يعني كانت فرقه برضو مش بحجم الاسامي الكبيره. دول اسامي كبيره طبعا، بس كانت الفرقه الثانيه اسامي كبيره كلها 30 لعيب. كانت فرقه الاحلام. دي حقيقه. وكان كابتن صالح دخل، طبعا كان الشكل مش حلو، كان الجمهور زعلان جدا وكده، قال لنا هتاخدوا الدوري السنه دي، بس اهم حاجه تكسبوا الماتشات وما تبصوش للفرقه اللي بنتوا بتنافسوها، كسبوا كل ماتش وهتلاقوا الفرقه اللي بتنافسكم بتبص عليكم فبتقع. ده اللي حصل والله، حياة ولادي زي ما بقول لك كده. انا طبعا انا كنت صغير ساعتها، كان عندي 22 سنه او 21 سنه، طبعا استوعبت الكلام ده. طب هو بيكلمك انت مستوعبه؟ يعني لما بيتكلم بيقول لك انت هتاخد الدوري؟ كلام انا ما سمعتوش، يعني انا كلام انا ما سمعتوش. انا بقالي 22 سنه مثلا، من وانا عندي 11 سنه في نادي الاهلي، 12 سنه. الكلام ده ما سمعتوش من اداري او رئيس نادي، او ما سمعتوش قبل كده، فانا خد انتباهنا. وفي نفس الوقت نبره الثقه اللي الكابتن صالح اتكلم بيها، لا احنا واخدين الدوري. فاللعيبه يعني انت خلي بالك يعني اثرت في اللعيبه جامد، فاحنا قمنا من الموضوع ده ولا ماتش خسرناه. من الدور ده وخدنا الدوري، احتفلنا بالدوري اخر ماتش مع الاسماعيلي قدام 100,000 متفرج. يعني احنا خدنا الدوري ماتش الزمالك اللي احنا كسبناه 2-1، واحتفلنا بالدوري ماتش الاسماعيلي. كنا واخدين الدوري قبليها من بدري، تخيل كان فرق 12 او 13 بوند. انا متخيل. ونكسب وكان الزمالك يتعادل او يخسر، نكسب والزمالك يتعادل او يخسر، مع ان الدور الاول كان فرق 12 13 بوند. ما انا عشان كده بكلمك، لما انا اجي اقول لك وانت عارف ان فريق الزمالك فريق احلام وجايبين عناصر، جايبين كل نجوم الدوري الممتاز. بص فاكر بص انا الاسامي تخد الاسامي بره الملعب بالظبط، جوه الملعب كله زي بعضه، مين بقى اللي عايز، مين اللي متمرن كويس، مين اللي بيحب الفرقه اللي بتحب في الكوره، يعني مش حب علاقه، لا حب في الكوره، زميله بيحبه اكتر، فشغل الجبهات بينجح من الحاجات دي، تكتيك بينجح من الحاجات دي، ان انا ببقى احب العب جنب ميدو وميدو بيحب يلعب جنب سين من الناس ده، فتلاقي في روح كده غير طبيعيه فنيه. أكيد. مش روح قتال وروح والكلام ده، لان الروح والقتال واللعب على البطولات ده سمه من سمات نادي الاهلي، اي حد بيخش بيروح شارب الحته دي. أكيد. لكن انا بكلمك على الروح الفنيه، الروح الفنيه دي كانت موجوده عندنا، لكن كان بره الملعب اسامي كبيره جدا اكبر من اسامينا احنا، كان انا بكلم على اللعيبه الصغار كانت اكبر من اسامينا، لكن لما تخش جوه الملعب لا، مين بقى التيم ورك اكتر اللي هينجح، كان النادي الاهلي بقى كان مميز في الحته دي. هو ميراث فيه طعم الثقه شويه، يعني برضو سيد عبد الحفيظ السنه دي وانت بعيد قوي قال لك يا جماعه احنا ان شاء الله ناخد الدوري، لسه الدوري طويل، مش عايز اقعد افكر بقى عشان في ناس. ماشي ماشي، وكابتن التصريحات بتاعت الكابتن سيد دي كويسه جدا، ودي حاجه في العالم كله بتحصل، ان هو يعني بيحاول يعني اهبط من الفرقه اللي بتنافسك والكلام ده، وبتدي ثقه كمان للاعيبتك. ماشي، بتدي ثقه للاعيبتك وكل حاجه، بس انا عايز اقول لك يعني ان النادي الاهلي البطولات الكتير اللي هو في ظهره اللي هو واخدها، اي حد لما بيجي يخش بيشوفها، فاهمني قصدي ايه؟ فدايما عينه على البطوله بغض النظر عن اي فرقه ثانيه، بغض النظر عن الفرقه اللي في الاهلي والزمالك هم الوحيدين اللي هم دايما بينافسوا بعض. حسام عاشور دلوقتي داخل في الموضوع، ايه بقى؟
مع حسام عاشور واخد 12 دوري؟ لا انا لا لا بجد. ايوه واخد 12 دوري ده حاجه رقم. والله العظيم بهزر. رقم ليه؟ حسام عاشور لما ياخد 13 دوري لك انا واخد 13 دوري بعد النادي الاهلي. لا مش بهزر والله. لا انا اصلا لا 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 اصلا انا خلي بالك في ناس بتفتكرني ان انا مثلا لا لا انا مش لا لا انا مش الطريقه دي بتاعتي خالص لكن لا. انا بتكلم كلاعب واخد ما شاء الله ما شاء الله 12 دوري ممكن 13 دوري. لا بس حسام عاشور لعيب لعيب كبير جدا في النادي الاهلي ورمز دلوقتي من كميه البطولات اللي خدها بس ما ينفعش ان انا اقارنه بنادي. لا هو كده في حجم البطولات. لا 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 في حجم البطولات. لا 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 هو نادي الاهلي خد بطوله وحسام عاشور كان معاهم مش حسام عاشور اللي خد البطوله لوحده. ما هو برضه تفرق جديد. احنا بنصنف انا برضه حته التصنيف ده ما بحبوش يعني حته ايه ان حسام عاشور كابتن نادي الاهلي فتره كبيره جدا وخد بطولات كبيره جدا بس ما ينفعش اقارنه بنادي الزمالك. لا ما بقارنوش. لا انا يعني بتكلم مش انت خالص. انا بتكلم عموما الناس بتعمل انا بحسب له هو لما اجي اكلم مثلا كابتن احمد سامي اقول مثلا كابتن احمد سامي مع النادي الاهلي خد كذا بطوله لما بتخرج بره. لا مش هتتكرر يعني حسام عاشور. لا بتكلم مثلا عليك انت لما بتخرج بره بتقول ايه والله انا خدت كذا بطوله بتاخدهم انت في تاريخك الشخصي طبعا مع النادي الاهلي طبعا. فانا بتكلم لا ما بقارنش ما ينفعش تقارن اللعيب بنادي لكن انا بتكلم كحسام عاشور. لا عامل حاجه بصراحه ما شاء الله ما شاء الله. انت متخيل انا مع احترامي طبعا لنادي الزمالك نادي كبير جدا انا بتكلم في انجاز شخصي لما يبقى النادي بتاعي واخد مثلا 41 دوري وانا واخد بعد كده واخد 13 دوري وبعد كده مثلا نادي الزمالك اللي هو المنافس القوي بتاعي واخد 12 دوري انا في لا هو إنجاز. في تاريخ النادي الاهلي في لعيب اسمه حسام عاشور واخد كميه البطولات بالظبط ده اللي بتكلم دي دي بقى دي مش موجوده في اي نادي تاني بالظبط. شفت مش قصدي زمالك والله خالص. لا انا بقى نادي الزمالك وكل الانديه انا بحترمها كل الاحترام وكل التقدير ليها ولجمهورها كمان لكن بتكلم في انجاز شخصي مش مسبوق. خلي بالك ده مش مسبوق في العالم. طبعا ان انا ابقى بعد النادي بتاعي بس هو اللي انا كنت يعني كان نفسي يبقى هو برضو من الناحيه الدوليه كان نفسي كان يعني نفسي. كان نفس البطولات المحليه الموضوع يختلف خالص كتير. طبعا البطوله كمان الدوليه بتبقى ليها طعم تاني طبعا مع المنتخب كمان. لعبت مع المنتخب يا كابتن؟ اتخذت كان في الفتره اللي كان مدرب اجنبي وكان الكابتن انور سلام مدرب عام معاه بس للاسف كان في المعسكر اتعورت. وانت خلي بالك اصل الكوره دي نصيب رزق يعني طبعا رزق نصيب. يعني كان في احسن يعني. فترات ليا ورحت المنتخب بس اتعورت فما كنا رايحين بطوله امم. احسن فتره لعبتها كانت فين؟ انا لعبت السنه يعني انا عاوز اقول لك السنه اخر سنه للنادي الاهلي اللي خدنا فيها دوري وكاس دي يعني كانت سنه كويسه جدا بالنسبه لي. كنت مبسوط جدا لان احنا كنا بنلعب مع لعيبه كبيره كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن اسامه عرابي وكابتن شوبير و أسماء كبيرة. اسماء كبيره جدا كانت موجوده. وفي نفس الوقت انا طلعت لعبت سنه في السعوديه كانت سنه كويسه قوي. وفي نفس الوقت كمان رجعت الاسماعيلي لعبت 4 سنين خدنا معاهم كاس وعملت مواسم كويسه جدا في نادي الاسماعيلي. وخلي بالك كنت هرجع نادي الاهلي فعلا. يعني كنت ارجع نادي الاهلي يعني في حاجات كده يعني ما كانش ساعتها الاعلام بالطريقه دي والكلام ده. لا لا الموضوع كان مختلف. كنت اتعورت ورحت اتعالجت في المانيا والكابتن ثابت الله يرحمه قال لي وكان عقدي بيخلص مع الاسماعيلي قال لي هترجع نادي الاهلي. بس هو كان ساعتها بقى ايه صوبل كابتن ثابت البطل مشوا السنه دي فالدنيا الدنيا راحت في اتجاه تاني اتجاه تاني. بالظبط. يعني لو قلت لك على ابرز سلبيات الدوري اللي فات اللي مش عايز تشوفها. احنا كل سنه بنقول فيه سلبيات ويا رب ما نشوف سلبيات. لا لا ده كله سلبيات الدوري اللي فات. انا مفيش اجابات خالص. خلي بالكم يا جماعه الحوار مع كابتن احمد سامي صعب جدا جدا والله العظيم فوق ما تتخيلوا. هو شخصيه جميله بس هو صريح قوي فدايما ايه انت بتحافظ عليه وبتحافظ على صراحته لكن يعني هو كله سلبيات بامانه والله العظيم بامانه كله سلبيات. اولا فنيا لاي مدرب دوري صعب جدا لانك انت لو جبت شيخ المدربين توقفات كتير وما شيخ المدربين حاجة في شيخ الاحمال مدرب احمال ما يعرفش يعمل حاجه خالص لان ده عمليه صعبه. انت بتوصل تلعب 3-4 ماتشات بتوصل لفورمه ويجي يقول لك شهرين دوري شهر ونص شهر اسبوعين ثلاثه فرق بتلعب وانت قاعد يعني قصه كبيره جدا موجودة. يعني أبرزها العيب أنه عدم انتظام الدوري. عدم انتظام الدوري بس عدم انتظام الدوري بشكل فج. طيب يعني قبل ما نطلع فاصل المدربين ممكن ترشحهم
لمنتخب مصر؟ هو دلوقتي مدرب مصري، وانا مبسوط جدا انه مدرب مصري، ونفسي يمكن الانديه كلها في مصر تجيب مدرب مصري. نفسي الاهلي يجيب مدرب مصري، نفسي الزمالك يجيب مدرب مصري. كل النغمه اللي بتقول لك مدرب مصري ما ينفعش في الاهلي وفي الزمالك ومع المنتخب والكلام دي، دي نغمه بيصدروها عشان يقول لك المدرب المصري ما يستحملش الضغط، المدرب المصري اصله هو الخبرات. خبرات ايه؟ طب ما انت يعني انا بكلمك منتقل، كل المدرب الاجانب اللي جت في الانديه الكبيره ما عندهاش خبرات افريقيه، ما انت جايبها برضه ليه؟ ما اعرفش. اجيري انت جايبه وما عندوش خبرات افريقيه، جايبه ليه؟ ما اعرفش. انت بتؤمن بموضوع الخبرات؟ لا خالص. فعشان كده انا بقول لك بيضحكوا على الاعلام، بيضحكوا على الاعلام بالموضوع ده. انا نفسي النادي الاهلي يجيب مدرب مصري، ونفسي الزمالك والمنتخب كده، لانك انت بتجيب المدربين الاجانب فرز خامس، المدرب المصري احسن منهم باي شكل من الاشكال. انا بقول لك بمنتهى الامانه. طب هنطلع فاصل ونرجع تقول لي ثلاث اسماء ترشحهم للمنتخب. ماشي، نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع المتالق احمد سامي. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، معايا النجم الكبير الكابتن احمد سامي وصراحته في نفس الوقت، يعني معايا الكابتن احمد سامي وصراحته في نفس الوقت. لو قالوا لك يا كابتن احمد احنا في لجنه وحضرتك فيها وهنختار اسمين ثلاثه لتدريب منتخب مصر، هو في ايه؟ هو في اميدو خمس اسامي في مصر اللي هم يعني حسن شحاته هو اولهم. طب كده حسن شحاته انت مع رأي ان هو يرجع يمسك مدير فني؟ وليه لا؟ الراجل بتاع باراجواي ولا اورجواي راح بكرسي. لا انا مش قصدي كده، هو كابتن حسن شحاته ما شاء الله ده ممكن يجري معانا كويس يعني. لا انا قصدي ان هو راجل عمل انجازات كبيره جدا الفتره دي، فتره فيها كلام. مدرب المنتخب كوتش، مدرب المنتخب كوتش، عندهم طاقم المعاونين معاه هم اللي بيشتغلوا. ماشي، كابتن حسن شحاته من خلال استراتيجيه هو حاططها، وهو بيبقى كوتش في الملعب. كابتن في عوامل يعني في مساعدين بيبقوا بروفيشنال هم اللي بيعملوا الشغل. ماشي. في كابتن حسام حسن. حسام حسن. في كابتن حسام البدري. ماشي. في كابتن طلعت يوسف. ماشي. في كابتن ايهاب جلال. هم دول خمس اسامي اللي موجودين يعني موجودين في الساحه اللي هم يعني اللي هم يعني. لكن انت بتتكلم على سي في، لا كابتن حسن بعيد خالص عن القصه دي. سي في بعيد خالص عن الاربعه التانيين. عندك كابتن حسام حسن ككوره وكان لعيب كوره والكلام ده، طبعا بطولات ودولي وكل حاجه، لكن بطولات شخصيه محليه او دوليه او افريقيه لا مفيش كمدرب. طب اسمحني اسالك سؤال. كابتن حسام بدري عنده بطولات افريقيه لا وبطولات محليه، فده حطه. ما انت خلي بالك انت بترتبهم. عندك كابتن طلعت برضو. بس كابتن حسام رئيس نادي. حسام حسن. كابتن انت بتقول كابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري خد بطولات مع النادي الاهلي. رئيس نادي الراجل يعني. هو ما استقال. في الاداري. اوكي. عادي. طب ما كابتن ايهاب جلال كان مدير كوره. واشتغل مدرب بعديها. بعديها بفتره ما انا بقول لك يعني الموضوع هو كان شغال مدرب. طب خليني اسالك سؤال، امتى نقول ما تيجي يا طب احتفاظ احتفاظ الالقاب طبعا يعني. ما تيجي احمد يا سامي تبقى مدرب منتخب مصر وازقك وابقى في ظهرك وادعمك. مش عايز تشوف كده؟ انا بتكلم طبعا عايز اشوف كده. احمد سامي انت احنا بنشوف بره يا ميدو، انت كمان بتشوف معايا يعني بتشوف بره اللي مدربين عندها 39 طب سنه. طب ليه اخترت الكابتن حسن شحاته؟ ما هو انا بكلمك على الاسامي المطروحه، هم طرحين الاسامي. لا انا بكلم حضرتك انت شخصيا. انا شخصيا نفسي نفسي مدرب ما اما حاجه انت تبقى مقتنع بيه فنيا. مين؟ وصغير. قول لي اسم. يعني في كابتن ايهاب جلال. لا قول لي اسم، قول لي اسم. انا كاحمد سامي اختار كذا. وليه؟ انا ما اقدرش اختار، ما اعرفش اختار، مش شغلتي اختار. لكن انا اقول لك انا نفسي ما تبقاش الموضوع بالبطولات بس، نفسي تبقى سي في فني. انا نفسي كده. انا سي في فني يعني رؤية. فني رؤيه وشخصيه بالظبط، وفي نفس الوقت يبقى في. لكن المشكله عندنا في مصر انت بتجيب وطني عشان الجمهور عايز كده،
مش عشان انت شايف كده. الفتره دي مش مستحمله الكلام ده خالص. عايز اقول لك مستحملها ارشح اسمه وادعمه. بالظبط. لا بغض النظر عن الشارع عايز ايه. انا نفسي في الاداره. لكن انا بكلمك على المصريين، لا عندنا مدربين مصريين ومتعلمين جدا ودارسين جدا ويخشوا مناظره مع اي مدرب اجنبي اللي بتجيبهم فرز ثالث ورابع وخامس. ده انا شايف مقتنع تماما تماما ماشي تماما بالموضوع ده ماشي. لان انا شفت، خلي بالك انا خلي بالك اهو مش مسكت فرق والكلام ده، انا كنت بروح اتفرج على المدربين الاجانب في الانديه مختلفه سواء اهلي او المدربين الاجانب بتاعت الفرق الثانيه، مش زمالك بس، الفرق الثانيه وادي دجله الفرق دي اتفرج عليه وبشوف المدرب بيطبق الحاجات دي في الماتش في الدوري ولا لا. بس اغلبيتهم 95% منهم لا، هم جايين برفانات بس. تمام. الشارع الكروي ثقافته الرياضيه اتغيرت يا كابتن احمد. يعني انت لو اتكلمت مع ناس دلوقتي ممكن يقول لك انا والكلام ده فعلا بيجي لي، احنا ليه ما نرشحش مدرب شاب؟ وامتى نشوف مدرب شاب عندنا؟ وامتى نقف في ظهره؟ وامتى نسنده؟ وامتى يبقى عنده خريطه؟ وامتى عنده مشروع؟ يكون عندك سيستم الاول. يكون عندك سيستم. السيستم اتحاد كوره وناس محطوطه متحضره، ناس موجوده فاهمه مطلعه قصه، مش عشان خاطري والتليفونات تترفع والكلام ده، لا. لما يكون عندك سيستم ويجي ناس مجالس اداره تقعد تشتغل من خلال السيستم ده، مش تشيل الفيشه دي تحطها امتى وتشيل تحطها امتى بمزاجها بقى، اشيلها هنا واحطها هنا، مفيش الكلام ده. ده سيستم شغال، دوري منتظم، قرارات لوائح موجوده، مش فرقعات اعلاميه. اصلا المدرب ما يمسكش اكتر من فرقتين. يا عم حط سيستم الاول، انت جاي على بند صغير جدا وتحطه قبل ما تحط السيستم بتاع الكوره في مصر. ما عايزين نقتنع اقتناع تام ان الفيشه بتاعت اتحاد الكوره دي اتشدت ولسه ما اتحطتش، عشان مقتنع كل الكلام ده. هي اتشدت على فكره. اتشدت ما اتحطتش لسه. ليه؟ لان انا مش شايف سيستم، يعني سيستم. بس كويس انها اتشدت يا كابتن احمد. ايوه اتشدت، بس انت هتشتغل ازاي بقى؟ ما انت هتبنيها ازاي؟ ماشي. بس لكن انت من خلال ده، لا انا شايف ان المانيا بجلاله قدرها، وبعدين مع الاختلاف احنا بعاد جدا عن المانيا، بعيد جدا عن الكوره بتاعت المانيا، وبعيد عن السيستم بتاع المانيا في الكوره، وبعيد عن كل القصص دي. المانيا بيجيبوا مدرب عنده 40 سنه و39 سنه و38 سنه عادي جدا، مفيش مشكله يعني. لا لا مفيش مشكله. لا اصل انا هو ما لعبش ولا ماتش دولي، هجيب ازاي واحد مدرب منتخب يلعب يمسك المنتخب من غير ما يلعب ولا ماتش دولي؟ يا سلام يا سلام، مفيش الكلام ده في الكوره. ده لا، اللعيب غير المدرب خالص، مع احترامي. هو في لعيب زي الكابتن حسام حسن؟ التدريب موهبه مختلفه خالص. لا مش ده موهبه وعلم. بالظبط بالظبط. علم 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 علم. شوف بقول لك قد ايه قصه كبيره جدا. مفتوح فاهمني؟ مفتوح وانت بتشوف، بس انت بتكون تفكيرك واجابتك من وجهه نظرك، كل اجابه مختلفه عن الثانيه من وجهه نظرك. التدريب كده، مواقف تدريب كده، انت بتشوف ده بيكتب في كرة ازاي، ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، وانت بتكون قصتك انت مختلفه. لكن احنا كلنا قايمين، اغلبيه الناس حطاك في كورنر واحد، في كورنر واحد، كورنر واحد وفكر واحد، سواء مدربين بعينها شغاله بس، او اداره بعينها هي اللي بتدير بس، عشان اللي بيختار غير مؤهل للاختيار. بالظبط. لا يعني مفيش جرأه. كل واحد اصل بص، خلي بالك انا لما اجي الصبح اقول ميدو اللي هيمسك المنتخب، مين اللي بيقول؟ شخص اللي بيقول ميدو يمسك المنتخب ده عليه شبهه؟ لا مش عليه شبهه، فخلاص الدنيا تمشي. بس لكن لما يكون بقى الرغي كتير، الربط كتير، والراجل ده ملطوط، يعني ايه يعني؟ مش الناس ما عندهاش ثقه في اختياراته، ها بيحصل فيها اللغط. لكن لما يكون عندي سيستم اداري. بالظبط بالظبط بالظبط. بفلوس ناس بتاخد فلوس، سيستم لجنه حكام، مسابقات بتاخد فلوس، الناس بتدير الدوري، في محترفين، في قصه كده، وانا كمجلس اداره قاعد فوق احاسب الناس دي، مش انا اللي بعمل الحاجه، مين اللي هيحاسبني؟ ما حدش هيحاسبني. فانت ده فعشان كده احنا كانت الكوره في مصر في يعني بعيد جدا عن الشكل الاحترافي، لان مجلس الاداره هو اللي مشرف على القطاع اللي موجود مسؤول منه،
وهو اللي مذيع وهو اللي بينقد وهو اللي مقدم برامج وهو كل هو كل حاجه. في الاخر انت مش هتعرف تحاسبه. هتحاسبه فين؟ هتحاسبه كاعلام؟ مش هتقدر لانه هو ماسك في الاعلام. تمام. هتحاسبه في اتحاد الكوره؟ لا مش هتنفع لانه هو الرئيس. هتحاسبه في القطاع اللي مشرف عليه؟ لا مش هتعرف لانه هو اللي مسؤول عنه. فانت كل السكك الحته الثواب والعقاب مش موجود. كلامك واضح جدا. كلامك واضح جدا. يعني بعد التدخل المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الرئيس المنتخب الوطني او المدير الفني هو الرئيس وجه يبقى وطني. هو وجه الناس البروفيشنال تختار. تفتكر هيبقى فيه بقى؟ اعتقد ان لازم يبقى فيه انضباط كبير جدا. انا كان نفسي تيجي مننا، مش لازم الرئيس يقول كل حاجه. هتيجي مننا؟ انا عايز الناس تفكر. امتى هتيجي مننا؟ طيب موضوع سهل قوي يا ميدو. ايوه ما هو سهل، موضوع سهل جدا، بس عايز ناس بقى. بكلمك بمنتهى الامان، ناس ذكوره، ناس رجاله. انا بكلمك بمنتهى الامان، عايزين اللي يديله في مصر ناس ما بتخافش. أنا من معاك، ده أنا معاك، ولا أنا من النادي ده ولا تمام. من النادي ده تمام، قدامها ورقه وقلم تمام. بس مين الناس دي بقى؟ ما نعرفش لسه بقى. ما نعرفش لسه. طب لو قلت لك دايما بيواجه المدير الفني ايا كان بقى مصري او اجنبي بيواجه صعوبات كثيره جدا في اداره المنتخب. ليه صعوبات؟ فيه في صعوبات. ده المدرب بيجي قدامه طبقه عريضه جدا من اللعيبه. شايف في صعوبات؟ لا في صعوبات. صعوبات في ايه؟ الموضوع سهل مش صعب، بس هات واحد كواليتي كويس ومساعدين بشكل كويس. ما تعملش توازنات، ما تجيبش مدرب بقى من النادي الاهلي وتجيب له مساعده من نادي الزمالك توازنات والتالت من نادي الاسماعيلي وتعمل والدكتور من نادي مش عارف ايه يا عم هات الناس الكويسه. مالكش دعوه بده كان بيلعب فين وده ما كان بيلعب فين. هات الناس اللي عندها علم. ما تجيبش الناس اسامي تستفها للناس عشان تضحك على الجمهور. ما انا بكلمك بمنتهى الامانه، انا وبكلمك بروفيشنال. يعني انا لو بايدي الموضوع ده انا ادور على كواليتي. انا مش دعوه مين ده كان بيلعب فين، كان بيلعب في الاهلي، كان بيلعب في الزمالك، كان بيلعب في الاسماعيلي، ماليش علاقه. مين اللي كويس اجيبه. ان شاء الله كان بيلعب في دمياط، في نادي دمياط. انا نفسي والله كده. ما هو ده الصح. ومعرفش الناس ما بتعملش كده ليه. ما انا معرفش الناس برضو ما بتعملش كده ليه. لازم يعمل لك توازنات. اصلك وبعدين اسمع بقى اصل دوت عشان مكروه من الجمهور. يعني مش عارف بنعمل مسرحيه. انا ما بعملش مسرحيه، انا بعمل بشكل منتخب ينافس على البطولات. مش هجيب نجم سينمائي، يعني مش هجيب نجم سينمائي يضرب المنتخب عشان الناس تسقف له وفي الاخر اخسر البطولات. بالظبط. هو كان في احلى من اجيري؟ ما كان حلو ومسبسب وحلو، وايه اللي حصل؟ لكن انا بكلمك اجيب كواليتي ناس كويسه وموجودين كتير في مصر. عنده مشروع، عنده قصه. وبعدين خلي بالك انت عندك لعيبه كتير قوي ميدو، لعيبه كويسه جدا تعمل استراتيجيات ومعاك مساعدين كويسين. المنتخب يعمل حاجه. عندنا النغمه اللي بتقول لك اصل ما عندناش لعيبه في مصر كويسه، ده كل دول مع احترامي يعني بعاد عن الكوره. عندنا لعيبه كويسه وعندنا مواهب كويسه وعندنا ناس تقدر تعمل الفرق في البطولات الدوليه كلعيبه يعني. بس لازم يبقى في عين وفي تطوير. وخلي بالك السبب قبل ما انساها الحته دي، سبب عدم وجود مواهب في مصر الاكاديميات. خدها دي حطها تحت ثلاث خطوط، لان الاكاديميات هي بتدور على الفلوس بس، بتقلب الناس، لكن بتدور على تطوير لاداء الشاب الصغير او الطفل الصغير او البرعم الصغير لا مش موجود. انا بقول لك اهو بيدور دايما ياخد فلوس ازاي من الاب او الولي الامر. طب نلوم مين؟ انا ما اعرفش. انا ما اعرفش تلوم مين، بس انا اللي ماشي احتكاك انا بالموضوع هو موضوع مادي بحت. مش الاثنين، انت ممكن تاخد الاثنين، ممكن تاخد مادي وتاخد كواليتي، تاخد تطور من اداء وتشوف المواهب وتطلع والكلام ده. لما كان ايامينا احنا كان ما كانش في اكاديميات ولا في حاجه، كان في اختبارات وتروح ناشئين وانت صغير كان بتتطور وتطلع منها مواهب كتير. انت عندك بقى عندك اكاديميات كتير جدا
وكلها ما بتطلعش. ايوه ضمير ده ما بتطلعش الا فين وفين لما يطلع لك واحد. طب انا هقول لك ضمير، ضمير ازاي يعني؟ انا دلوقتي بودي ابني مثلا النادي الاهلي ما بيقبلوش، هو دي مش عارف ما بيقبلوش، انا كولي امر عايز اشوف ابني بيمارس الرياضه بيلعب كوره. ما هو محترمه برضه انت لازم تقننها. اكاديميه بتاعت النادي الاهلي لا محترمه، اكاديميه نادي الزمالك محترمه، في اشراف عليها، تقدر تحاسب مين. لكن انت مش كل واحد يفتح اكاديميه في اي حته، اجره بلعبين وافتح اكاديميه، ما دي كلها فلوس، كلها فلوس بتخش جيب ناس من غير ما تحاسب عليها ضرائب. انا بقول لك اهو منتهى الامانه. طب ما انت تحاسب الناس دي. انا ما مش شرط انا ابقى نجم كوره واروح ماجر ملعب وعامل الاكاديميه، ما انت بتطلعش تاخد من الناس فلوس وما بتديهاش خدمه، صح ولا لا؟ صح. ما هي دي سببها، انت بتدور على الفلوس بس. انا مش عارف موضوع الضرائب ده، اكيد انا بكلمك اهو، انا بقول لك انا بكلمك واحد يعني مش انا في الكوره من وانا صغير. طب ليه نعمل اكاديميه؟ لا انا عمري ما عملت اكاديميه، خلي بالك عمري. شفت كان بيتحايل، والله كان بيتحايلوا عليا، عمري ما عملت اكاديميه. يقول لك ليه؟ اقول له ده ضحك على الناس. اكاديميه دي تبقى في نادي الاهلي، اكاديميه دي تبقى في نادي الزمالك، اكاديميه دي تبقى في نادي الاسماعيلي، الاكاديميه دي مش بتاعت اشخاص. الاكاديميه يبقى لازم يبقى فيها مصدر ثقه وعندها ضمير يعني، في كيان بالظبط. لكن انا اكاديميه ادور اكاديميه مش عارف ايه الاجيال مش عارف مين، وبتلاقي بتاعت واحد وكله. طب ما ده ملوم على اولياء الامور يا كابتن احمد، انت إيه؟ بتلوم على واحد. وفي نفس الوقت في اكاديميات في انديه محترمه لا، وفي اكاديميات في انديه برضو مش كويسه، بدور على الفلوس بس، لان اللي بيديروها مش مظبوطين. انا بقول لك سبب الحاجات اللي من تحت. ما هو مش الرئيس قال لك عايزين كم موهبه؟ صح؟ مش صح. كان في مشروع لكم موهبه؟ هيطلع كم موهبه ازاي وفي ظل الاكاديميات الكبيره جدا اللي بتتاخد منك فلوس وما تدكش خدمه، هتيجي ازاي؟ مشيت بقى في العربيه بالشارع كده شفت اولاد صغيرين بيلعبوا كوره في البتاع، ممكن تختار منهم. طب انت ليه اخترت مثلا، انت بتقول الانديه الكبيره، انت ليه اخترت الاهلي والزمالك؟ طبعا انديه كبيره جدا، وما اخترتش مثلا، ما اتكلمتش عن مثلا اكاديميه ريال مدريد، برشلونه، اتلتيكو مدريد؟ اسمهم ايه دول؟ متابع ريال مدريد؟ تابعهم. طيب بتابعهم ماشي، لو هي واخدين فرانشايز منهم وفي ناس مدربين من بره من اسبانيا بتيجي تدرب هنا في اكاديميه ريال مدريد، معسكرات هناك وكامبينج. سيبك من الكامبينج، سيبك من الحاجات دي، الرحلات المدرسيه دي. انا بكلمك سيبك من الكامبينج، انا بكلمك انا بكلمك بامانه يعني. انا بتوع ريال مدريد دول بيبعتوا مدربين يدربوا الناس؟ انا ما اعرفش يعني اكيد اشراف، لو ان اشراف من نادي ريال مدريد تبقى حاجه كويسه، تبقى حاجه مفيده. اكيد في اشراف. طيب يعني يبقى حاجه ريال مدريد هيديني اسمه ليه غير لما تبقى حاجه تبقى حاجه كويسه، ويجي مدربين يدرسوا للمدربين اللي موجودين في ريال، حاجه كويسه. لكن انا بغض النظر في، انا بكلمك على الاكاديميات بشكل عام اللي هي مجهوله في انديه، مجهوله المعلم في انديه ومش في انديه، لازم يبعيد النظر للموضوع ده لان هو الغرض منها الربح. طب ليه ما اتكلمتش برضو على قطاعات الناشئين اللي هي بقى يعني مؤهله؟ دي حاجه ثانيه، انا بكلمك على الاكاديميات، تفرغ المواهب. انا بكلمك على الاكاديميات. أوكي. انا ما بكلمش على قطاع الناشئين، قطاع الناشئين ده قصه ثانيه. ما هو ده بيطلع مواهب برضه يا كابتن. ايوه ماشي، بس قصه ثانيه يعني، بس الطبقه العريضه جدا، يبقى الواد لسه مولود وعايز يودوه اكاديميه. ما ده انا خلي بالك انا دايما بلوم اولياء الامور يعني، في اولياء امور عايزين. لا والناس مش صريحه يعني ايه؟ يعني انا مره زمان كنت موجود في الجيش زمان في الناشئين، فواحد كليه هندسه، وكنت ماسك طبعا فرقه الشباب على طول، واحد في كليه هندسه ومتفوق جدا، ابوه عايز يلعبوا كوره. ده بنقابلها كتير. فجه هو عايز يلعب كوره، قلت له انا بكلمك بمنتهى الامانه خليه يركز في الهندسه احسن، مش هيطلع لعيب كويس. الناس بتزعل لما انت بتقولها كده، بيزعلوا جدا. فانا عايز اقول لك ان دايما يبقى موجود. عايز تكسب اكسب، عايز تعمل اختبارات وتعمل استمارات بفلوس كتير وتلم، بس انت عينك ان انت تطلع مواهب، مش تعمل اختبارات عشان تلم فلوس بس. خلي بالك انا بكلمك في حاجات ما حدش بيتكلم فيها نهائي. والله انا اتكلمت قبل كده في الناس، انا بحب حاجات مدفونه، حاجات مدفونه. انا بكلم لازم يبقى نيتك ان انا اطلع معه، والفلوس هتجي لك كده كده. ما هو الناس كلها عايزه تلعب كوره وعايزه اولادها يبقوا نجوم وبتاع، لان الموضوع بقى استثمار. بس عينك مش الاول ان انا اخد من جيبك من غير ما اديك خدمه. خلي بالك، تعالى نروح لنقطه ثانيه كمان بقى. يعني الاكثر خطوره من كده، اكتر خطوره ان انا يبقى عندي ابني مثلا بدين تخين ويروح عشان يلعب كوره، وطبعا انت عارف بقى المدربين، هيلعب ده لعيب، ده عنده ده مش عارف ايه، ممكن يمرنه غلط يموته. بالظبط عليك، صح.
دي بقى اللي تموتك. لا في حاجات كتير انا شفت بعينيا قلت لهم يا جماعه كده ممكن في حاجات تموت. كتير قوي في حاجات كتير قوي بس ليه بقى دايما انت عينك على الفلوس مش عينك على الكواليتي. ممكن يبقى عيني على حلو قوي الموضوع اللي حضرتك فتحته ده بس. حلو قوي حلو قوي عشان كده بنحذر دايما اولياء الامور ان هم دايما يتعاملوا مع اولادهم بمنتهى الصراحه ومنتهى الصدق. مش لازم ابني يطلع لعيب كوره مش لازم اوديه لحد مؤهل ان هو يمرنه كوره لان تمرين الكوره يا جماعه مش يلا بينا نتمرن. ممكن واحد يقعد يجري لغايه لما يموت لعيب. ممكن واحد يعمل تمرين غلط. دي سبب المشكله الكبيره جدا. الاكاديميات في مصر عمرها ما بتطلع مواهب بغض النظر. في ناس بتطلع مواهب بس مش هي دي. لازم تقنن جد طبعا. لازم تقنن ويبقى عليها اشراف ويبقى عليها رقابه حتى من الانديه الكبيره. الانديه الكبيره اللي عندها اكاديميات زي الاهلي وكل الانديه في الدوري الممتاز او الممتاز به لازم يبقى عليها الغرض منها ميدو خدها مني قاعده. الطبقه العريضه من الانديه او بره الطبقه العريضه من الانديه غرض منها الربح مش غرض منها يطلع منها حاجه. انا معاك بالزبط. انا معاك القاعده الفديه دي عامله مشكله خلي بالك برضو في طلوع المواهب. ماشي. لا انا ممكن بص لو انت لو انت كمدرب في الاكاديميه دي او مدير الاكاديميه دي مؤهل حلو هتطلع مواهب. لكن انت بتجيب واحد لسه مبطل ما يعرفش حتى ايه الفرق بين وحدات التدريب وتدريب البراعم وتدريب الناشئين وتدريب الشباب وتدريب الدرجه الاولى وتروح جاي ايه محطه كده عشان هو كان ليه اسم فتحطه في اكاديميه. طب ايه هيدربهم ازاي ليه؟ لا جريهم كده اي حاجه وعملهم تقسيم. ما هي خلي بالك هي دي مشكله كبيره. او يبقى منفذ يا كابتن. ما يبقى منفذ يعني منفذ لفكر. فكر مين؟ ما انا الفكر فكر بقى مين يكون ده؟ حد قائم على الاكاديميه بيفهم او عنده مشروع يعني دايما بقول مين؟ مشروع. ما انا ما اعرفش. وانا مش عارف. وانا بكلمك في العموم. لا عموما ما شايف. وانا ما شايف الطبقه. انا بكلمك مش بعمم. انا بقول لك العموم 90% العموم الاغلبيه تعالى نروح نقطة تانية. اتفضل. التعامل اللعيبة مع الجماهير بشكل عام. الجماهير طول عمرها بت 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 بتطلع لك قدام عينك كلاعب نرفزتها في وشك وفي نفس الوقت الجمهور اللي بيتنرفز في وشك لما بتخسر بيسقف لك ويشيلك على كتفه. فأنت لازم كلاعب علاقتك بالجمهور علاقة متزنة. يعني إيه متزنة؟ يعني واحد من الجمهور اتنرفز عليك ده جمهورك. واحد من الجمهور شالك على كتفك شالك على كتفه ده جمهورك. فانت لازم في الحلوه والمره لازم تستحمله. تمام. فانا شايف اي لعيب بيرد عنده رد فعل للجمهور سواء سلبي يعني ده بيشيل من رصيده كتير جدا وبيأثر عليه فنيا في الملعب. لانك برضو انت روحك كلاعب في ايد الجمهور. روحك كلاعب في ايد الجمهور. يعني انت ضد اي تجاوز حتى لو انت متضايق جدا. ما خلي بالك مش هيحصل تعمل. احنا مش في مدرسه. الجمهور طول عمره جمهور من احنا صغيرين بره زي جوه في اوروبا زي مصر. الجمهور بيطلع ساعات بيشتمك عادي بتحصل هو بس احنا كان زمان عشانك. انت لازم انت بقى ايه عارف ان انت النهارده مش في يومك وضيعت بطوله لازم تهدى. الناس هتهدى بعد كده انت هتكسبهم بطوله هيسقفوا لك. وفي نفس الوقت الجمهور احنا مرينا بتجربه كبيره جدا. احنا كنا ايامينا الجمهور كان بيتنرفز علينا وبتاع والجمهور بيخش وبتاع بس النرفزه اللي عاديه. لكن احنا طبعا في الفتره اللي هي بتاعت الفتره الفتره الدمويه اللي حصلت كانت دي عملت مشكله كبيره جدا. لان الجمهور ما بقاش ليه حاجز. انت لو حطيت لوائح دلوقتي وحطيت قانون وحطيت عقاب وحطيت ثواب على الجمهور اللي هيعمل وكله متراقب بالكاميرات هيتحاسب قانونا. حصل الكلام بس خلاص خلص الموضوع. فانا شايف ان الجمهور يخش عادي. لكن انت كلاعب انت برضه ترمومتر وكجهاز فني انت برضه ترمومتر وكرئيس نادي انت برضه ترمومتر ان انت تسخن جمهور على جمهور وتعمل الكلام ده. لان الكلام ده ما بشوفوش بره. حته تسخين الجمهور على الجمهور دي ما بشوفهاش بره خالص. ده رئيس النادي قاعد جنب رئيس النادي في نفس جنب بعض ولما بيجي جون ده بيقوم يسقف عادي وده زعلان. ما شفناش الاثنين مسكوا ببدله بعض وقعدوا يتخانقوا مع بعض. ما فيش ما شفناهاش. فانا قصدي ايه ان كل الناس اللي مسؤوله عن الرياضه لازم تهدي اللعب شويه. تهدي اللعب وتهدي من التصريحات. اصل هي الموضوع مش بالكلام.
هو كابتن سيد عبد الحفيظ لما طلع يتكلم عشان ياخد من المنافس شويه، بيطلع كلام ده مدير كوره تكنيكال في الحته دي، لكن هي مش هو ده الاساس اللي خلاك تاخد الدوري مع احترامي يعني. لا لا اكيد 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 مش هو ده اللي رئيس نادي يطلع يتكلم كتير جدا هو ده اللي هيخلي فريقك تاخد الدوري او تخلي الناس تخاف منه، لا وتسيب لك الماتش، لا مفيش الكلام ده. الدوري بيتاخد من جوه الملعب برجلين اللعيبه، بفكر الجهاز الفني، بالشغل الجماعي كله، بالشغل الجماعي المنظومه كلها، مش بواحد بيتكلم وواحد ما بيتكلمش، لا. تمام تمام. لو قلت لك هرجع بيك شويه لورا، شكل المنتخب وعناصره الشكل العام وانت قاعد بتتفرج عليهم في التلفزيون، شكلهم العام سيبك من الشغل الفني، بص مش بتكلم على الشغل الفني في ميدو. بص حته ان انت بيبقى اختياراتك غلط فبتجيب لعيبه غلط، بس انت اختياراتك غلط بنسب، النسبه كانت كبيره جدا مع اجيري، اختياراته كانت غلط بشكل كبير جدا بغض النظر عن الناس، برضو لعيبه كويسه اللي اتاخدت، بس كان شكل اختياراته في المراكز غلط قوي، فما قدرش يعدلها ساعه ما الباب اتقفل. باب اتقفل ايه؟ باب القايمه اللي موجوده اتقفل والبطوله بدات، ما قدرش يعدلها لان كانت نسبه الغلط كبيره قوي في القايمه. لكن انا ممكن كمدرب اغلط في اختيار لعيب او اتنين، مش اخطر في اختيارات 10 او 7، ما دي نسبه كبيره جدا. فانت دلوقتي نسبتك كانت عاليه في الاختيارات الغلط، فانت كان ادائك كده. لكن انا لو انا مختلف مع الناس كلها في اتنين تلات لعيبه، في لعيب او اتنين، مفيش مشكله، مفيهاش مشكله، ممكن اتدارك الموضوع دي الموضوع ده وانا في البطوله، عندي بقى نمره اتنين، عندي نمره ثلاثه، لاعب ده مركز ده يعني عندي قصه. لكن انت كان نسبتك كبيره جدا في اختياراتك الغلط، فانت حبيت تعدل مش عارف تعدل. تمام. مش عارف تجيب مين وتودي مين لانك اختياراتك في المراكز كانت غلط مش بحساب. تمام. بس تمام. لكن انت لكن هم اجيري وكده لا كسفونا. لا 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 كسفونا يعني، ما بتكلمش عليه، زعلوا الناس. لا ما بتكلمش عليه، وانا بتكلم على الشكل العام، الشكل العام في التلفزيون في التنظيم يعني. لا لا في شكل المنتخب اللي انت متعود عليه تشوفه. لا 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 خالص، ده اولا الصوره كابتن، ولا الصوره مش الفريم، لا لا مش حاجة. الشكل الفني مش عارف في كل حاجه. نعم في كل هو حاجة. انت بتتكلم على تنظيم كويس. التنظيم كان عالمي بعيد جدا فنيا، يعني ايه التنظيم فوق قوي وانت فنيا تحت قوي. بالزبط. شكل اللعيبه تحس ان يعني ما جوش مصر يلعبوا البطوله. يعني انا اقول لك، الجماهير كانت بتقول انا رحت ماتش اوغندا، كنت في الاستاد، كان نفسي الماتش يخلص عشان اقوم امشي، كنت عايز اسيب الماتش وامشي. يعني عايز اقول لك بتفرج على لوحه مشخبطه. طب ليه؟ حتى لو سوء اختيار، بس انا لبست تيشيرت منتخب مصر. لا اصل مش بالروح والدم، مش بالروح والدم، مش رايح احارب خالص. لا الكوره مش حرب. انا معاك جدا جدا. مش يلا يا رجاله وشد حيلكم يا رجاله، تعرف ان انت مدرب على قدك على طول على طول. دي حاجه كويسه ان يبقى عندك حته ان انت بتعرف تحمس اللعيبه وتبقى عندها روح، بس مش هو ده اساسك كمدرب. اكيد اساسك كمدرب ان انت تنظم كويس، تطور من اداء الذهني للعيب، اكيد توقفه بدنيا، والبدني مرتبط بالذهني. فالكلام ده كله مع بقى تيشيرت منتخب مصر يطلع لك بقى لوحه فنيه زي بتاعه الكابتن حسن شحاته ايام لما خدنا الثلاث بطولات ورا بعض، كنت تلعب وحط رجل على رجل كده وانت بتتفرج على المنتخب في الجيل ده، وقاعد بتحضر نفسك عشان تتفرج على ماتش اوروبي، اداء غير طبيعي. وكان خلي بالك كابتن حسن شحاته مثلا استبعد ميدو وجاب جده، ما كانش حد يعرفه في اتحاد اسكندري، ما هو مش في اهلي وزمالك ولا بتاع، استبعد واحد نجم كبير جدا زي ميدو وجاب جده بقى كسبنا بطوله أم. فدي انا عايز اقول لك ايه، كوتش عين اختيارات، بدور، مش انا رايح كل الماتشات حاضرها في الاستاد ومش عارف اختار. ما دي مشكله كبيره جدا، ده هو راح الاستاد اكتر من الصحفيين. انا بكلمك الجهاز الفني كان راح الاستاد اكتر من الصحفيين. لكن عندنا منتخب مصر قوي. طبعا قلت لك اختار تشكيله، مش اختار تشكيله، لا 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 مش قصدي عندنا اختيار تشكيله، عندنا لعيبه كويسه، تشكيله يعمل بيها حاجه، عندنا لعيبه كويسه، عندنا كويس، عندنا لعيبه كويسه جدا جدا، تعمل حاجه. طبعا تروح لغايه فين؟ تروح لا تاخد بطوله امم عادي جدا، وتروح كاس عالم وتادي بشكل احسن عادي جدا، بس انت عايز واحد عايز اقول لك موهوب. عايزين نختار بس الواحد، عايزين موهوب، عايزين نختار الواحد، اللي اختار موهوب، واحد مش واحد بس، واحد
اكيد. ما هو مهم. لو انا من غير ما اتصنف. لا انا بجيب ميدو ما اعرفش بقى ميدو ده كان بيلعب فين بالظبط كده. انا بجيب ميدو عشان مدرب كويس مش عشان بيلعب في الاهلي او الزمالك، لان انت عارف الحسابات دي بتبقى ايه، دي اللي بتودينا في داهيه. طيب نروح لاتحاد الكوره. اخر سؤال هساله لك، اتحاد الكوره خلاص يعني اشهر ونختار اتحاد كوره تاني، شايف السمات المفروض تبقى موجوده، الصفات، الشكل، الشخصيه المضمون. قوية. انا مش طالب من اعضاء اتحاد الكوره ان هم يبقوا اعلاميين، مش طالب من، انا بالنسبه لي مش طالب من اعضاء اتحاد الكوره ان هم يبقى موهوبين في الاداره، انا طالب من اتحاد الكوره يبقى شخصيتهم قويه على القوي والضعيف، يعاملوا نادي الاهلي زي نادي دمياط. واحنا مش عايزين اكتر من كده. احنا ككاروبين عندنا، لا انا بكلمك متكلم في ورقه هي اللي تفصلني بين ميدو واحمد، لائحه تتطبق، مش تليفونات ولا الكلام ده. عايز ناس تبقى شخصيتها قويه، وفي نفس الوقت الناس شخصيتها قويه دي تجيب ناس تكنيكال بفلوس هي اللي تعمل لنا سيستم للدوري. الشغل التطوعي كويس يا كابتن ولا لازم يبقى يكون ليه مقابل مادي؟ طبعا. ما هو في حد بيتطوع في مصر من غير ما ياخد فلوس؟ لا لا لا، هنهزر ولا ايه؟ ايوه. ليه؟ واحد ممكن يكون عنده فلوس وعايز الشهر. في واحد ممكن يكون مع عادي عادي. مجالس ادارات الانديه شغلها تطوعي مش يا عم. سيبك من الكلام يا عميدو. عميدو لا تفتحش القصه، خلينا حتى في المسمى. ما تفتحش القصه، خلينا حتى في المسمى. لا المسمى بس المسمى. طب ما في حاجات مسمى كلها معروف. وتحت المسمى ده. طب انا ليه اقول لك مين يا جحا؟ طب ما انا اقول لا يا جماعه، كل المجالس او كل الشغل بمقابل مادي. يعني ليه يبقى المسمى تطوعي؟ يعني ايه مقابل مادي؟ مقابل مادي من رئيس نادي؟ لكل المجالس الادارات. ما ينفعش رئيس نادي ياخد فلوس. ممكن ياخد مكافئات معاك. ماشي ياخد مكافئات انه خد دوري، ياخد مكافئات 300% 400%. انا موافق. حلو. لكن مجالس الاداره تجيب ناس تحاسبها. لو انت خليتها مش بشكل تطوعي هيبقى فيها برضو فيها مشاكل فعلا. لكن انت جيب ناس بقى انت عينها يا ميدو. لكن انا مش معلش من دقني وافتله. يعني ايه ابقى انا راجل بدير الكوره وفي نفس الوقت بدير الاعلام؟ بدير الكوره وبدير الاعلام. طب تيجي ازاي دي؟ ما انا مش فاهمها. اخش لك منين طيب؟ انت تغلط اطلع عنقودك في الاعلام مش هعرف. ما انت اللي طالع في وشي. انا هلم ورقي وانا خلي بالك بكون سعيد جدا طيب. معاك والله العظيم بكون سعيد جدا معاك، وبحس ان انا يعني نوعا ما شاطر ان انا بسيطر على صراحتك. حبيبي حبيبي ومبروك للنادي الاهلي الدولي. ربنا يخليك، عقبال ما ابارك لك على كل بطولات، وابارك لك ان انت تمسك نادي كويس يليق بيك، لان انت دماغك ما شاء الله. ربنا يخليك. بس هو دايما الشاطر، بس الشاطر هيلاقي. لا يعني لا دايما لا ربنا بيكافئ. دي بالنسبه لي دي ارزاق، وربنا لما بيحطك في حته بيبقى فيها خير. فانا دايما حته ما بسعاش بقى واحارب والكلام ده خالص. شكرا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والجزء الأخير من برنامج الأهلي ليلة في ختام هذا الأسبوع. بالتأكيد أسبوع كان مليء بالأحداث وبالكواليس وبالأخبار، أسبوع مليء بالأحداث الرياضية، لكن بالتأكيد في الجزء الأخير معنا فقرتين. فقرة متعلقة بالأخبار وأهم الأخبار التي يعني كانت موجودة على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، ثم الجزء الأخير مع الكابتن أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ومدير فرع النادي الأهلي بأكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد. لكن الجزء الأول متعلق بإنترو الأخبار والساعات الأخيرة والأحداث الأخيرة في الساحة الرياضية، الساحة الرياضية المصرية أو العربية والإفريقية. يمكن الحدث الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية يمكن قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة رامون هاك رئيس اللجنة، الذي اتخذ عدة قرارات متعلقة بمباراة الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. هذه القضية الشائكة التي ما زالت هناك أزمة في اتخاذ هذا القرار المتعلق بملف هذه المباراة،
أكثر من حوالي 60 يوم، يمكن داخلين في الثلاث شهور، ولسه حتى هذه اللحظة لم يتحدد من هو بطل دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة. ومن ثم بعد هذه الأزمة تأجل موعد مباراة السوبر الإفريقي خلال الفترة القادمة. لجنة الانضباط كانت اتخذت عدة قرارات، أهمها اعتماد فوز الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا ومنحه المكافأة المالية والميداليات بعد سحبها طبقا لقرار المكتب التنفيذي الذي اتخذ يوم 5 يونيو في باريس، اجتماع المكتب التنفيذي في باريس. لكن المحكمة الرياضية ألغت هذا القرار وطلبت من الاتحاد الإفريقي إسناد الملف للجهة المختصة، ومن ثم انعقدت لجنة الانضباط في الساعات الماضية واتخذت هذه القرارات. أول قرار زي ما قلت لكم اعتماد فوز الترجي بالبطولة الإفريقية ومنح المكافأة المالية والميداليات، اعتبار نادي الوداد المغربي منسحبا من نهائي دوري أبطال إفريقيا وتغريمه 20,000 دولار بالإضافة إلى 15,000 دولار أخرى نتيجة أعمال شغب أو إشعال شماريخ في المباراة النهائية على ملعب رادس. أيضا كمان هناك عقوبة مالية على الترجي التونسي ب50,000 دولار نتيجة استخدام الشماريخ والليزر والألعاب النارية في مباراة الإياب في رادس، هذه المباراة التي لم تستكمل. والقرار الآخر كمان متعلق بإقامة مباراتين بدون جمهور للترجي التونسي على ملعبه مع إيقاف التنفيذ وتنفيذ هذه العقوبة خلال 12 شهر إذا تقررت أعمال شغب أو أعمال فيما معناها أنها مخالفة للوائح الانضباط في المباريات القادمة بالنسبة لنادي الترجي على ملعبه. والقرار الأخير عقوبة مالية على السيد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي بعد كتابة مراقب المباراة في تقريره أن هناك مشادة حدثت بين رئيس نادي الترجي التونسي مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس الكونفدرالية أحمد أحمد أثناء تسليم الميداليات في نهائي إفريقيا في ملعب رادس. كانت هذه هي مجمل القرارات التي اتخذت خلال الساعات القليلة الماضية، لكن الملف حتى الآن لم ينتهي. نادي الوداد المغربي أمامه 72 ساعة منذ الأمس للاستئناف على هذا القرار. عموما هيكون معنا تليفونات مهمة جدا من المغرب وتونس لمعرفة ردود الأفعال المتعلقة بهذه القضية، خاصة أن خلال الفترة القادمة هذا الملف بالتأكيد الاتحاد الأفريقي يسعى بشكل كبير إلى إنهائه وحسمه قبل أول سبتمبر، أو بمعنى أدق قبل موعد كأس العالم للأندية إن شاء الله المزمع إقامتها إن شاء الله في نهاية هذا العام في شهر ديسمبر القادم. فبالتالي هناك اجتماعات عديدة خلال الفترة القادمة. إذا طعن نادي الوداد على هذا القرار سيكون هناك جلسة في لجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف لبحث هذه القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط، ثم كمان هيكون هناك اتجاه آخر إذا لم يرضى الطرفين بهذا القرار باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة القادمة لبحث هذا الأمر الذي شغل الرأي العام مش في مصر بس لكن كمان في المنطقة العربية والقارة الإفريقية كاملة، لأن نهائي دوري أبطال إفريقيا إحدى المسابقات الكبيرة في القارة الإفريقية اللي بيعتمد عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في السبونسر والرعاة وتسويق المباريات وتسويق هذه البطولة الكبيرة اللي بشكل كبير حصل فيها تعديلات كثيرة خلال السنوات الأخيرة لكي تضاهي الشكل المثالي في التنظيم لدوري أبطال أوروبا. لا أخفي عليكم سرا كمان أن خلال الفترة القادمة هناك تعديلات على إقامة هذه المسابقة أن هي هتكون مباراة واحدة في ختام هذا العام. بالتأكيد هذه المباراة هتبقى في بلد محايدة أو حسب الدول اللي هتطلب استضافة نهائي إفريقيا، زي بالظبط الطريقة اللي ممكن تستضيف بيها بطولة أمم إفريقيا أو بطولة أمم إفريقيا للشباب أو الناشئين قبل البطولة بموعد محدد بيحدده الاتحاد الإفريقي. أي دولة بتسعى لاستضافة هذا الحدث بتطلب من الاتحاد القاري استضافة هذا الحدث، وبالتأكيد في كراسة شروط وفي معايير الاتحاد الإفريقي بيطلبها من الدولة اللي هتستضيف هذا اللقاء أو هذه المباراة في ختام هذه المسابقة اللي هتكون إن شاء الله في الفترة من 30 مايو إلى الأسبوع الأول من يونيو عام 2020 العام القادم بعد نهاية هذا العام أو بعد نهاية هذه المسابقة اللي بدأت بالتأكيد تلقى اهتمام كبير جدا من كل الاتحادات الأهلية اللي بتبقى حريصة على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. يمكن عايز أقول القيمة المالية بتبقى كبيرة، بنتكلم في 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى كمان
الفائز بهذه البطولة والحصول على هذه المكافأة بيتأهل إلى كأس العالم للأندية، فبيحصل أيضا على الحد الأدنى من المكافآت حوالي أيضا 2.5 مليون دولار. فبالتالي الفائز باللقب مكافئته مش 2.5 مليون دولار فقط، لا، بتصل إلى 4.5 أو 5 مليون دولار، قيمة مالية كبيرة جدا. البطولة تم تعديل مسابقاتها خلال الفترة الأخيرة، كانت هناك بالتأكيد مباريات بداية من دور ال 32 حتى مباريات دور الثمانية، بتبقى المباراة دور الثمانية على مجموعتين، ثم بيصعد أول وثاني من كل مجموعة والمباراة سيمي فاينل ثم المباراة النهائية. لكن خلال الأعوام الأخيرة الاتحاد الإفريقي ولجنة المسابقات يمكن أجرت العديد من التعديلات على مسابقتي دوري أبطال وكأس الكونفدرالية، وبالتالي تم تعديل هذه الإجراءات وأصبحت المباريات تقام من دور المجموعات في دور الستة عشر، دور ال 32 بنظام الذهاب والإياب، لكن مباريات دور الستة عشر بالتأكيد بتبقى خلال الفترة القادمة، بدءا من دور الستة عشر بتبقى أربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع فرق أو أربع أندية حسب التصنيف، وبعض الدول أو بعض الأندية المتأهلة من دور ال 32، ثم يصعد أول وثاني من كل مجموعة للوصول إلى مرحلة الدور الثمانية، الدور ربع النهائي، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة حتى المباراة النهائية. في السابق وحتى البطولة الماضية المباراة النهائية كانت تقام بنظام الذهاب والإياب، لكن بعد الأحداث الأخيرة اللي شهدها نهائي إفريقيا العام الماضي بين الترجي والوداد، الاتحاد الإفريقي ارتأى والمكتب التنفيذي ارتأى في اجتماعاته الأخيرة على هامش كأس الأمم الإفريقية الأخيرة أن تكون المباراة النهائية من مباراة واحدة وعلى أرض محايدة. يعني إذا صدفت بقى أنك بالتأكيد مثلا لو في مصر الاتحاد المصري طلب المباراة النهائية تكون على أرض استاد القاهرة ووصل أي من الطرفين مصري أو نادي مصري إلى المباراة النهائية، بيبقى شيء إيجابي وشيء بيدي يعني قوة أكتر للمباراة النهائية أن صاحب الأرض وصل المباراة النهائية. لكن بشكل عام من قبل انطلاق البطولة بيبقى الاتفاق على أن المباراة النهائية هتكون محددة في دولة معينة على استاد كذا طبقا للشروط اللي بيحددها الاتحاد الإفريقي. وصل بقى نادي تبع هذه الدولة أو هذا الاستاد ملعبه بيبقى شيء إيجابي بالنسبة له، وبتبقى بالتأكيد فرصة جيدة بالنسبة له وهو في نهائي إفريقيا. ما وصلش الاتحاد الإفريقي وصل أو ارتأى أن يكون المباراة النهائية على أرض محايدة، وهيتم من تطبيق النظام ده إن شاء الله خلال الفترة القادمة بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية. زي ما قلت لكم أحداثها كانت كبيرة جدا في الساعات الأخيرة المتعلقة بهذه المباراة، بالتأكيد هنتابع الفترة القادمة إيه اللي هيحصل في الاستئناف اللي بالتأكيد نادي الوداد هيتقدم به للجنة الاستئناف. فكرة كمان اختصاص لجنة الانضباط بهذا الملف ده هيكون على طاولة الاجتماعات وضمن أحد البنود اللي نادي الوداد هيلجأ إليها للحديث عن هذا الأمر، يعني اختصاص لجنة الانضباط في شأن أو مناقشة هذا الموضوع، هل يحق لجنة الانضباط طبقا للائحة مناقشة هذا الأمر أم لا؟ كل هذه الأمور بالتأكيد هنشوفها خلال الساعات القادمة عشان نعرف هذا الملف نهايته بالظبط هتبقى إمتى، وكمان مين هيكون صاحب نصيب الفوز بالكأس الإفريقية اللي هتكون كأس عويصة، لأن بعد كل هذه الإجراءات الإدارية والانضباطية واللجوء للمحكمة الرياضية ثم العودة الأمر من جديد إلى اللجنة المختصة، كل هذه الأمور بالتأكيد هيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة لمعرفة الموقف النهائي ومن سيكون فائزا بدوري أبطال إفريقيا لعام 2019. وهذه القضية تحديدا درس جيد جدا لكل الأندية في القارة الإفريقية عشان تعرف إيه اللي ليها وإيه اللي عليها خلال الفترة القادمة، وتكون الخريطة اتضحت بالنسبة للموسم الإفريقي القادم. لكن بشكل عام دي كانت الرؤية المتعلقة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الساعات الجارية وما حدث في الساعات الأخيرة المتعلق بهذه المباراة والقرارات التي اتخذت. حاجة أخيرة قبل ما أطلع فاصل، وهيكون بعد الفاصل إن شاء الله في ضيفي في هذه الفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، دوري العام خلاص إن شاء الله خلال الفترة القادمة بيتم الترتيب لإقامة مباريات الدوري العام ومواعيد انطلاق هذه المسابقة. فترة القيد بدأت منذ فترات قليلة، يعني تم تحديد مواعيد القيد الإفريقي. طبعا الأندية استفادت بال 72 ساعة الأخيرة بعد نهاية مباريات الدوري، قدرت تأيد لاعبتها، قدرت تحضر للموسم الإفريقي بشكل جيد جدا، فبالتالي الوقت كان ضيق. لكن طبعا النادي الأهلي كان عنده استراتيجية، كان محضر من بدري، كان مجهز كل الملفات المتعلقة ببداية الموسم القادم، فقدر يحضر للمرحلة القادمة، أيد 26 لاعب في القائمة الإفريقية. جيرالدو بالطبع حسب تصريحات الكابتن سعد الحفيظ موجود ضمن القائمة الإفريقية، 26 لاعب هيكونوا إن شاء الله ضمن القوام والقائمة الإفريقية الرسمية اللي هتكون موجود تحت رؤية الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي في مباراة بطل جنوب السودان، فريق اسمه اطلع بره. هذا الفريق إن شاء الله لا يواجه النادي الأهلي بإذن الله في أولى مباريات
دور التمهيدي دور ال 64 ان شاء الله يوم الاحد القادم على استاد برج العرب وبحضور 10,000 متفرج. التدريبات اليوميه خلال الفتره الاخيره خلاص دخلت في مرحله الجد، احنا بنتكلم النهارده الخميس، اعتقد بالكثير يعني خلال 24 ساعه الجهاز الفني هيبدا معسكره المغلق في مدينه الاسكندريه استعدادا لخوض هذه المباراه، مباراه صعبه. البعض ممكن يتوقع الادوار التمهيديه بتبقى مباريات سهله او فرق مجهوله فبتبقى المنافسات اسهل، بالعكس الجهاز الفني للنادي الاهلي حذر اللاعبين من خطوره هذه المباريات ومن خطوره هذه الادوار والتحدي او الدوافع اللي بتبقى موجوده عند المنافس لما بيلاعب منافس قوي زي النادي الاهلي، فبالتالي بتبقى عنده دوافع كبيره جدا، عايز يعمل اسم كبير في القاره الافريقيه. بطل جنوب السودان مشاركاته في البطوله الافريقيه في الادوار التمهيديه مش كتير، يعني اخر عامين او اخر ثلاثه اعوام بيشارك في الادوار التمهيديه، بيخرج مبكرا، لكن في نفس الوقت لازم تلعب مباراه بجديه، لازم تأدي مباراه كبيره جدا، لازم تحسم الامور مبكرا من المباراه الاولى. المباراه الاولى هي مباراه بطل جنوب السودان، المباراه الثانيه ان شاء الله بعد 14 يوم هي مباراه النادي الاهلي. يمكن غريبه شويه، خلال السنوات الاخيره الاهلي ما كانش بيلعب ادوار تمهيديه، لكن شرحنا خلال الفترات الاخيره ايه الاسباب اللي دعت الاتحاد الافريقي ان الفرق الكبيره زي اسم النادي الاهلي ازاي يلعب دور تمهيدي، وده نتيجه عدد الفرق اللي هيشارك في البطوله الافريقيه السنه دي اقل من السنوات السابقه. في السنوات السابقه كان بيتم يعني اعفاء اول خمس انديه او اول ست انديه في التصنيف الافريقي، وبالتالي بيتلعب دور 64، فبالتالي 64 على ست انديه او خمسه معفيين من الدور التمهيدي، فبنتكلم هيبقى قوام الانديه اللي هتشارك 79 او 80 نادي، او قصدي 69 او 70 نادي، لكن المره دي عدد الانديه اللي هتشارك في الادوار التمهيديه بنتكلم في حدود حوالي يعني 64 نادي بالاضافه الى ثلاث انديه فقط من يعني المصنفه طبقا للتصنيف الاعلى. فبالتالي بعد يعني شرح التصنيف ونتائج اخر خمس بطولات، الترجي، الوداد، مازيمبي في التصنيف الاعلى، التصنيف الاول ثلاثه انديه، لكن بعد ذلك جاء النادي الاهلي في التصنيف الرابع، فبالتالي اخر خمس بطولات الاهلي في التصنيف الرابع، فبالتالي لم يعفى من الدور التمهيدي وتقرر مشاركته في الدور التمهيدي. نفس الامر ده انطبق على فكره على النجم الساحلي التونسي وعلى نادي سان داونز الجنوب افريقي، لكن بشكل عام اطلاقه مختلفه بالنسبه او انطلاقه مختلفه بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لان الفتره القادمه بالتاكيد النادي الاهلي بيسعى للعوده من جديد الى الامجاد الافريقيه واستعاده الاميره الافريقيه، والاميره الافريقيه يمكن استعصت على الاهلي خلال الست سنوات الاخيره، لكن ان شاء الله البطوله السنه دي ان شاء الله باذن الله يكون التجهيز والتحضير ليها بشكل جاد عشان تفوز بيها، خاصه في ظل الصعوبات اللي حصلت في هذه البطوله والاحداث كمان الاخيره اللي حصلت في نهائي افريقيا العام الماضي الذي لم يتحدد بعد حتى الان من هو بطل دوري ابطال افريقيا. للمزيد من التفاصيل والرؤيه التحليليه والفنيه حول كل هذه الامور معايا على التليفون ناقد رياضي كبير ليه شأن كبير جدا في الوسط الرياضي المصري والعربي، بالتأكيد رأيه يهمنا لأن هنسمع منه رأيه في هذه القضية، قضية الوداد والترجي والبطولة الإفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم الأحد القادم. الأستاذ حسن المستكاوي، أستاذ حسن مساء الخير لحضرتك، وأولا كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عيد عليك وعلى مصر. آمين يا رب. اولا تابعت ازاي الاحداث الافريقيه الاخيره، احداث نهائي افريقيا والموقف النهائي، من بطل هذه البطوله، عدم اختصاص المكتب التنفيذي، المحكمه الرياضيه تعيد الملف من جديد للاتحاد الافريقي، لجنه الانضباط تنعقد لاتخاذ قرارات، ثم الوداد يستأنف على هذه القرارات ويقول ان لجنه الانضباط ليست مختصه اساسا بمناقشه هذا الامر وهو امر من اختصاص لجنه المسابقات. تعليقك على كل هذه الملفات ومن ثم تاجيل السوبر الافريقي لاجل غير مسمى. الو يا محمد، واضح ان في تخبط جامد قوي في الاتحاد الافريقي. سامعني كده؟ الو سامعك يا كابتن استاذ حسن، سامعك كويس. واضح ان في تخبط طبعا في الاتحاد الافريقي، بدليل طبعا القضيه اللي راحت في المحكمه الرياضيه وبعدين رجعت ثاني وقرارات المكتب التنفيذي والاستئنافات اللي حصلت. وحتى تصريحات احمد في اول المشكله لما اتهم الترجي بان في تهديدات كانت بتتقال له خلال المباراه عشان خاطر اعتماد النتيجه بفوز الترجي. في طبعا حاجات مش واضحه وحاجات فيها تردد وفيها ضعف من الاتحاد، مفيش قرارات واضحه وحاسمه الحقيقه.
وواضح كمان ان في مشكله في لجنه اللوائح المسابقات، ان طبعا اللائحه ما كانش اكيد ما فيش فيها ان لو الفار مش موجود هيحصل كذا وكذا والعقوبات تبقى كذا وكذا، انما واضح برضه ان في مشكله كمان في نصوص اللوائح نفسها يعني. في تضارب اختصاصات. طبعا ده لخبطه جامده جدا يعني، والفيفا لما يبعت فاطمه دموره عشان تبقى مشرف على الاتحاد الافريقي، ده من الارض ليه معنى كبير ان ده ما بيحصلش مع اي اتحاد قاري ثاني. في مشكله طبعا جوه الاتحاد الافريقي، ومشكله تنظيميه كمان واداريه يعني، مشكله كبيره جدا الحقيقه. اكيد. استاذ حسن، طيب في جزئيه غريبه يمكن الناس ما خدتش بالها منها، يعني قرار لجنه الانضباط قال اعتماد فوز الترجي بالبطوله واعتبار الوداد منسحبا، لكن لما اعتبر الوداد منسحبا قال لك غرامه 20,000 دولار. يعني هل اللائحه بتقول الفريق اللي بينسحب في المباراه النهائيه بيغرم 20,000 دولار فقط؟ لا 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 طبعا، ده بيدي ده اسئله كتير قوي، او مؤشر طبعا. ده مؤشر على الضعف الشديد جدا، وعلى عدم اقتناع حتى المكتب التنفيذي نفسه قرار صائب وسليم يعني. الضعف ده واضح طبعا في القرارات كلها، لان الانسحاب حرمان من المشاركه لسنتين، وقبل كده لما بيحصل اي انسحاب احنا عارفين بيبقى فيه نص صارم وصريح انه الفريق اللي بينسحب بيتحرم من الاشتراك في البطوله الافريقيه. غرامه 20,000 دولار ده كان واحد يعني ارتكب كده خطا بسيط او يعني مجرد شماريخ اضطربت في المدرج يعني. اكيد اكيد طبعاً. وده بيضعف قيمه القرار يا استاذ حسن كمان، ده بيضعف قيمه القرار يعني، اكيد كده القرار فيه توازنات ومش واضح الامور ولسه في استئناف عليه كمان. القرارات كلها حتى كمان يعني هشيره جدا قياسا باللي حصل من الجمهورين. الو، يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ حسن المستكاوي ناقدنا الرياضي الكبير، هنحاول نجيبه تاني معانا عشان نسمع برضه رايه في هذا الملف وهذه القضيه. قلت لكم القضيه دي فيها تفاصيل مهمه جدا، لان هتكون بؤره الاحداث او مرجع لينا كلنا، سواء طبعا في مصر او في المنطقه العربيه او القاره الافريقيه، كل نادي بيشارك في البطوله الافريقيه هذه القضيه تحديدا هتكون مرجع كبير جدا، عشان وانت بتشارك في البطولات الافريقيه القادمه تبقى عارف ايه الحقوق اللي ليك وايه الواجبات اللي عليك، وفي نفس الوقت وانت بتلعب مباراه والمفروض بيطبق فيها تقنيه الحكم الفيديو المساعد او ما يطلق عليها الفار، وجود التقنيه او عدم وجودها ده مدى اهميته او مدى قانونيه اقامه المباراه، هل المباراه هتكون قانونيه ولا المباراه غير قانونيه؟ طب لو فريق انسحب من مباراه نتيجه عدم وجود التقنيه هل يحق ليه الانسحاب؟ طب لو انسحب اللائحه بتغرمه ماليا فقط ولا بيبقى في قرار قوي اقصائه من المشاركه في العام القادم؟ كل هذه الامور بالتاكيد مهمه، لان القرارات اللي صدرت في هذا الملف مهم جدا ان احنا ندرسها، لان قرارات المكتب التنفيذي المحكمه الرياضيه قالت اولا لن انظر للقرارات، لان الجهه اللي اصدرت القرارات ليست جهه مختصه بمناقشه هذا الملف، ثم بعد ذلك اعيد الملف من جديد الى الاتحاد الافريقي لكي يرسله للجان المختصه. قيل في البدايه ان طبقا للائحه اللي هيناقش هذا الملف لجنه المسابقات، لان لجنه المسابقات من حقها في اللائحه ان تناقش الامور المتعلقه بالمباريات في عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية، أما لجنة الانضباط تناقش فقط الأمور التي لها علاقة بما يخل بضوابط أو قانون الكاف نفسه، يعني الضوابط السلوكية أو الأمور اللائحية القانونية المتعلقة بالاتحاد الإفريقي نفسه، لكن هذه الجزئية كانت جزئية متعلقة بإقامة مباراة من عدمها، أو انسحاب فريق من عدمه، أو تطبيق تقنية الفيديو من عدمها، فقيل إن لجنة المسابقات هي اللي هتناقش، لكن الاتحاد الإفريقي أرسل الملف إلى لجنة الانضباط، لجنة الانضباط في اجتماعها صباح الأمس بعد عدة ساعات حوالي 3 ساعات الاجتماع استمر بحضور طرفي النزاع نادي الوداد ونادي الترجي، يمكن نادي الترجي كان عنده حظوظ أكتر لأن الاتحاد التونسي كان بيدعم ملف الترجي بوجود 3 من الشؤون القانونية في الاتحاد التونسي وحضر مع نادي الترجي في القضية، لكن نادي الوداد ده كان من خلال رئيس النادي سعيد الناصري وثلاثة محاميين كانوا موجودين مع رئيس نادي الوداد لمناقشة هذا الملف. اجتماع هنا واجتماع هنا، جلسة استماع وجلسة استماع إلى أن خرجت القرارات التي بدأت الحديث فيها وقلت لكم في البداية
متعلقه باعتماد فوز الترجي، اعتبار الوداد منسحبا، غرامه ماليه على كل طرف بخلاف الامور الاخرى، يعني توجيه تحذير لرئيس نادي الترجي، وبعد التوبيخ وبعد المشاده التي حدثت بينه وبين رئيس الاتحاد الافريقي، يعني ايقاف تنفيذ مباراتين بدون جمهور على نادي الترجي. ويمكن هذه العقوبه هي العقوبه الثالثه بنفس المعنى على نادي الترجي في ملعب رادس. فكل هذه القرارات نادي الوداد لم يرضى عنها، واتجه الى لجنه الاستئناف ولجنه التظلمات للاستئناف على هذا القرار الذي يراه انه من وجهه نظره قرار ظالم. نحن ليس بالتاكيد جهه مع طرف ضد طرف، نحن في النهايه بنرصد الاحداث والقرارات التي اتخذت على مدار اخر شهرين منذ اقامه المباراه في 1 يونيو، ثم اجتماع المكتب التنفيذي في باريس يوم 5 يونيو، ثم اجتماع المحكمه الرياضيه يوم 31 يوليو، ثم قرار لجنة الانضباط بالأمس 7 أغسطس. القرارات القادمة، اجتماع لجنة الاستئناف، القرار الصادر خلال الفترة القادمة، إلى من سيتجه، المحكمة الرياضية إذا وصل إليها الملف، كل هذه الأمور والمدة الزمنية المتعلقة بهذه القضية، متى سيصدر القرار النهائي، خاصة نتيجة تأخر كل هذه القرارات. الاتحاد الأفريقي اتخذ قرار بتأجيل السوبر الأفريقي الذي كان من المقرر إقامته بعد 10 أيام من الآن، وبالتالي الملف ما زال حتى الآن مفتوح، لم يحسم بشكل نهائي، أو كما يقال في القانون المصري نهائي بات، لا يجوز الطعن عليه. وطالما القضية يجوز الطعن عليها فلم يصدر حتى الآن أو لم يتحدد حتى الآن من هو بطل دوري أبطال إفريقيا في عام 2019. طيب الجزئية الأخيرة المتعلقة بدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة، قلت لكم الأهلي إن شاء الله عنده مباراة مع نادي اطلع بره بطل جنوب السودان يوم ان شاء الله الاحد القادم على استاد برج العرب، هي مباراه الذهاب. طبعا نادي جنوب السودان كان المفروض اقامه مباراه الذهاب على ارضه، لكنه طلب من النادي الاهلي اقامه مباراه الذهاب هنا في القاهره. النادي الاهلي وافق، تم مراسله الاتحاد الافريقي بهذا الامر، الاتحاد الافريقي وافق لان هناك امور وهناك مباريات اخرى بهذا الشان تقام بنفس الامر، نتيجه ظروف امنيه، نتيجه النادي بطل جنوب السودان كان بيسعى لعدم إقامة المباراة في جوبا وسعى إلى إقامة المباراة في الخرطوم، لكن الظروف الأمنية منحت أو منعت إقامة هذه المباراة في هذه الأماكن، فبالتالي المباراة إن شاء الله هتكون موجودة في مصر يوم الأحد القادم، وده شيء طيب، فرصة جيدة بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله. بداية إفريقية مهمة جدا، الأميرة الإفريقية يعني استعصت علينا خلال السنوات الست الأخيرة، وتحديدا دوري أبطال إفريقيا، لأن آخر بطولة إفريقية دوري أبطال كانت 2013، إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة. الملك إن شاء الله يتوج بالأميرة في نهاية هذه المسابقة في أول يونيو إن شاء الله عام 2020. 26 لاعب في القائمة الإفريقية، استراتيجية وضعتها لجنة التخطيط مع قطاع كرة القدم خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة لبدء المشوار الإفريقي بشكل جيد. تدعيمات إن شاء الله نتمنى أنها بإذن الله تكون على مستوى الحدث وتؤدي مباريات قوية تليق باسم النادي الأهلي وطموحات جماهير النادي الأهلي إن شاء الله في الفترة القادمة. دي كانت إطلال على الأحداث الإفريقية اللي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل كابتن أمير عبد الحميد في ضيافة برنامج الأهلي الليلة والفقرة الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله، وبالتاكيد واحنا بنختم الاسبوع بقى كل سنه وانتم طيبين، عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، وقفه العيد يوم السبت، واول ايام العيد ان شاء الله يوم الاحد. كل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه والامه العربيه يا رب بخير وسلام دايما يا رب. في ضيافتي في هذه الفقره وهو صاحب بيت بالتاكيد كابتن امير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الاهلي الاسبق ومدير فرع اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد. كابتن امير منورنا وشرفنا، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا محمد، ومتشكر جدا على الكلام الحلو ده. زي ما انت حضرتك قلت في البدايه، يعني ده بيتي، يعني انا دايما اكيد قناه النادي الاهلي او في النادي الاهلي ده بيتي اكيد، وبتشرف دايما وانا موجود معاك. يعني اكيد الشرف لينا. كنت معايا قبل ختام الدوري اخر مباراتين بالنسبه للنادي الاهلي، والاهلي اصبح بالفعل بطلا لدوري العام رقم 41. طبعا بقالنا فتره بنتكلم عن البطوله والكواليس والاحداث، وسنه كامله سنه ميلاديه مش موسم، كانت سنه ميلاديه، لكن ايه اللي تقدر تقوله في اللحظات دي بعد الفوز ببطوله الدوري والاحداث اللي عاشها النادي الاهلي على مدار هذا الموسم بشكل عام؟ زي ما قلت قبل كده ان النادي الاهلي طبعا نادي كبير، والنادي دايما بيلعب على البطولات، ونادي عنده جمهور عظيم، عنده جمهور كبير، فطبيعي ولعيبه مميزه، مجلس اداره مميز، فطبيعي ان انت اي لاعب او اي
مسؤول جوه النادي عارف ان هو بيلعب على تارجت معين وهو الدوري العام او بطوله افريقيا او ايا كان البطوله. النادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله. النادي الاهلي يمكن مش هقول هو كان في اداء مش مميز في اول السنه، ولكن احنا هنتكلم على المؤجلات هي اللي كانت عامله الفرق البناط اللي موجوده بينه وبين نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي هم المنافسين للنادي الاهلي. لكن اللعيبه عرفت كان عندها مسؤوليه كبيره جدا. انا بحييهم طبعا وبحيي الجهاز الفني ان هو قدر يستحمل الضغوطات دي، لان انت اما صعب عليك انك انت تجمع بناط عشان تاخد الدوري وكان البناط كتير. تاني حاجه بيراميدز كان داخل بقوه، عنده ناس مميزه، عنده يعني عمل حاله، جاب لعيبه مميزه كتيره جدا، عمل قلق نفسي في للانديه الكبيره او الصغيره. ولكن النادي الاهلي انت عارف في الحاجات اللي زي دي عنده خبرات كبيره جدا وتاريخه بيقول كده، ان هو وقت المشاكل او وقت الصعب اللي بيعدى عليه سواء في هزيمه او تعادلات، وده اللي قابلنا احنا كنا في يعني في عرض اي نقطه كان النادي الاهلي بيجمعها، ولكن حصل دروب زي ما قلت قبل كده في ماتش الداخليه تعادلنا، ماتش المقاولين خسرنا، فده قلنا شويه. كنا طالعين من بطوله افريقيا، لكن اللعيبه والجهاز دور مجلس الاداره كابتن خطيب طبعا عنده خبرات كبيره جدا وحنكه في ان هو يبعد الضغط العصب على اللعيبه اللي موجوده، وده اللي يمكن احنا كنا في النادي الاهلي متعودين عليه بالظبط. دايما مجلس الاداره بيشيل الضغط على الجهاز الفني واللعيبه، وخصوصا بعد بطوله كبيره زي افريقيا ان انت تخسر بعدد الاهداف دي كتيره جدا عن النادي الاهلي، وفي النهائي ماتش سان داونز دي كلها كانت تحديات. تحديات، ولاعب النادي الاهلي متعود على التحديات ولازم يتعود على التحديات. وزي ما قلت احنا قعدنا نجمع واللعيبه اتحط تحت ضغط كبير جدا، قدرنا الحمد لله نجمع بناط ولحد ما جينا اللي هو الهدف الاكبر ان احنا النفس الطويل زي ما بيقولوا. ايوه النادي الاهلي نفسه طويل جدا، بس المره دي كانت طويل قوي. كان طويل، بس طويل قوي. البطوله كانت 362 يوم بالظبط. حصل دروبات، حصل خروجنا من بطوله افريقيا، الدوري وقف عشان بطوله افريقيا اللي موجوده هنا، الاستعدادات ما كانتش يعني بتقلق شويه، خصوصا ان انت بتقف شويه بعد كده تاخد اجازه، وبعد كده عندك اللعيبه الدوليه يعني بتبقى الامور صعبه قوي انك انت تجمع اللعيبه المحليه واللعيبه الدوليه. النادي الاهلي عمل معسكر جامد في اسبانيا، عمل ماتشات كويسه في اسبانيا، استعد كويس، لعيبه المنتخب الدوليه كانت اوريدي جاهزه. ف زي ما قلت النادي الاهلي كان النفس الاكبر بقى ان انا اخر ماتش او ماتشين احنا الحمد لله كسبنا المقاولين، نادي الزمالك تعثر قدام الجونه، خلاص انت خدت الدوري، ماتش اللي هو مش عايز احتفاليه او بطوله خاصه سواء لنادي الزمالك او النادي الاهلي، ان انت تكسب نادي الزمالك برضو دي حاجه قويه جدا وتحسب للعيبه والجهاز الفني. فبصراحه يعني انا بشكر اللعيبه والجهاز والمجلس الاداره ان هو واقف جنب الناس، وده دور مجلس الاداره، وان شاء الله اتمنى بقى البطولات اللي جايه باذن الله يبقى تركيز اكبر باذن الله. فضلك دعم الجماهير يا كابتن امير. وانت بتتكلم في بطوله، البطوله من بدايتها لنهايتها بتكتب فصولها او بتكتب المواقف والذكريات اللي مرت عليك على مدار البطوله، لكن احد الفصول المهمه لفوز الاهلي بهذه البطوله كان الجمهور. الجمهور اللي كان مساند ليك في البطوله الافريقيه في مباراه سان داونز وبعد الخروج ما استناش يوم او اتنين ويوصل رسائل دعم، لا ده وصل رسائل دعم بعد اطلاق صافره النهايه وهو لسه في المدرجات في الملعب، ودي رساله كانت للعيبه عشان تحسم البطوله وتفوز ببطوله الدوري. فدور الجمهور السنه دي شايفه ازاي وتعليقك عليه، وهل ده اتكرر معاكوا قبل كده، ولا انت شايف ان جمهور الاهلي دايما سنه مع سنه ازدياد السنوات ومع البطولات دايما حبه وعشقه للنادي بيزيد اكتر واكتر؟ عموما لا شك فيه ان جمهور النادي الاهلي دايما بيساند اللعيبه سواء في الحلو او الوحش زي ما بيقولوا، وده اللي حصل بعد بطوله افريقيا، وقدر يدي باور للعيبه والجهاز الفني. وطبعا اللعيبه اكيد في تاثر بعدم حضور الجمهور في المباريات. احنا ايام ما كنا بنلعب كان النادي الاهلي كان الجمهور في التدريب كان تشجيعي غير طبيعي، مش طبيعي بالظبط، فده كان بيديك يعني حماس غير طبيعي وباور. جه مستر مانويل جوزيه بعض السنين او بعض الوقت منع حته الجمهور عشان اللعيبه تركز اكتر، ولكن كان بيفتح المدرج للجماهير وهو كان عنده فلسفه في القصه دي بشكل كويس قوي بالظبط. بيعمل ايه بقى؟ هو كان بيشيل الضغط برضو على اللعيبه في وقت لما تكون اللعيبه ما كانتش فايقه زي ما بيقولوا بلغه الكوره، كان بيبعد الجمهور يقول لهم مثلا ايه، لا احنا مش عايزين جمهور،
عشان ما يتحطش ضغط على اللعيبه. ولكن في الاوقات بقى الايجابيه اللي احنا بنبقى واخدين ثقه بنكسب واخدين بطوله كان بيدخل احتفاليه مع يدي ثقه وباور للعيبه اكتر. واحنا كنا في الماتشات لما كنا بنلعب كان المدرج بيبقى مليان، فطبيعي ان انت ما بتعرفش تلعب غير بجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيدي باور جامد جدا، وده اللي احنا اتاثرنا بيه في السنين الاخيره. ولكن جمهور النادي الاهلي كبير، وجمهور النادي الاهلي دايما بيقف جنب اللعيبه والجهاز ومجلس اداره، وده الطبيعي بتاع جمهور النادي الاهلي اللي هو عايز اقول ان هو ليه جزء كبير جدا جدا في البطولات اللي النادي الاهلي بياخدها، ودعم غير طبيعي وسبورت للعيبه. فانا بشكر الجمهور جدا، واتمنى ان شاء الله الفتره الجايه كمان يبقى في تشجيع اكتر، ويبقى في تحفيز اكتر من الجمهور، لان احنا عندنا زي ما قلت بطولات ثانيه مهمه. والنادي الاهلي انت عارف لما بطوله تبعد عنه بتبقى الامور صعبه بالنسبه لنا، لان احنا لما بنشارك في بطوله مطلوب من اللعيبه او الجهاز ان احنا ناخد بطوله. طيب هتخلص من او خلصت من الدوري، عندك ارتباطات خلال الفتره القادمه متداخله في بعضها، يعني هتلعب مباراه افريقيه في يوم الاحد القادم، بعدها باسبوعين مباراه العوده ان شاء الله مع بطل جنوب السودان، لكن ما بين المباراتين عندك مباراه في كاس مصر مع بيراميدز في دور ال 16. انت كلاعب وانت خارج من الدوري العام وانت بطل الدوري وعندك منافسات في الفتره القادمه، ذهنك بتفكر ازاي؟ بتغير دوافعك ازاي وانت عندك احداث وعندك مباريات وبطولات في الفتره اللي جايه؟ بطوله افريقيه اخر ست سنين يعني الاهلي كان بيحاول يفوز باللقب تاني، وصل النهائي مرتين لكن لم يوفق، فالمره دي في سعي كبير لدوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي 2019 2020. كاس مصر ايضا كمان بطوله بتحاول تفوز بيها عشان تعمل ثنائيه دوري وكاس. زي ما حضرتك قلت انت دلوقتي لعبت النادي الاهلي بتعدي الماتش وتتركز في الماتش اللي بعديه، بطوله وتركز في البطوله اللي بعديها، خلاص احنا احتفلنا بالدوري وكسبنا نادي الزمالك احتفلنا. ولكن انت عندك بطوله زي ما حضرتك قلت بطوله مهمه، بطوله بقى لها كذا سنه غايبه عننا، وخصوصا يعني توصل للفاينل وتخسر. بعد كده عندك في بين الماتش والماتش او بعديه زي ما حضرتك قلت بطوله ثانيه خالص كاس مصر، ومع فريق برضو فريق مش سهل، فريق عامل حاله كويسه السنه دي في الدوري. ده دور اللعيب النادي الاهلي ان هو لازم يحافظ على نفسه كويس، يعمل استشفاء كويس. اكيد الجهاز الفني ليه دور كبير جدا وعنده خبرات، اللعيبه عندها خبرات من ده ان انت تعمل استشفاء للمباريات على طول. والنادي الاهلي قبل كده جاله سنه كان بيلعب كل يومين ثلاثه ماتش كل 48 ساعه انا فاكر بالظبط. وعندك افريقيا وترجع تاني كاس وترجع تاني دوري وهكذا، فاللعيب النادي الاهلي متعود على الضغط ده، متعود على المجهود الكبير ده، لان هو عارف بيلعب في نادي كبير ما يعرفش غير البطولات، ما يعرفش غير المكسب. فان شاء الله اللعيبه خلاص بطوله الدوري خلصت، ماتش نادي الزمالك خلص، احتفلنا، هندخل على افريقيا لازم نستعد كويس، تخلص الماتش الاولاني تركز في الماتش في الدور الثاني المباريات الثانيه، بعد كده كاس مصر. كل النادي الاهلي بياخد مرحله مرحله او ماتش ماتش، وده اللي فرق معانا جدا ان انت كان عندك ابنات كتيره جدا، ان انت تجمع الابنات دي ان انت تلعب ماتش وتكسبه، وبعد كده تدخل على الماتش اللي بعديه وتكسبه وهكذا. فده دور كبير جدا، ما يعملوش غير لعيبه مميزه، لعيبه عندها خبرات في النادي الاهلي، جهاز فني عنده خبرات في النادي الاهلي. طبعا الاداره ليها دور كبير جدا، كابتن خطيب عارف امتى يقعد مع اللعيبه، عارف امتى يبعد عن اللعيبه، عارف امتى ان هو يتحط يشيل الضغط على اللعيبه. كل دي عوامل نجاح، وزي ما قلت النادي الاهلي ده الفرق بينه وبين اي حد، ان هو نادي منظومه، نادي بياخد قرارات مش عشوائيه، كل حاجه بتتدرس صح. حتى اللعيبه لما بيجي لها عقود احتراف بيشوف المصلحه العامه للاعب، المصلحه العامه للنادي، هو النادي الاهلي زي ما قلت والبديل، ولو في صفقه ممكن تيجي مكانه بيبقى لها دراسات كده صعبه جدا، مش امر سهل جدا. بالزبط. طيب بطوله افريقيا يا كابتن امير، لسه بنتكلم على انها بطوله صعبه، واخر ست سنين دوري ابطال افريقيا اخر بطوله 2013، فبتحاول تفوز بيها، لكن البدايه دايما بتبقى المنافس قدامك مش بنفس القوه لما بتوصل لمرحله دور 16 او حتى الادوار النهائيه. مباراه بطل جنوب السودان ممكن اللاعب يفكر فيها ازاي؟ ولما يبقى يعرف ان المباراتين هنا في مصر مش هيسافر او مش هيقطع رحلات طيران خارجيه عشان ياخد مباراه في الخارج، برضه بتحكمها ازاي او انت كلاعب بتفكر فيها ازاي؟ انا عايز اقرب قوي من تفكير او منتاليتي اللعيبه في الامور اللي زي دي عشان يسمعوها منك، وانت خضت مع الاهلي ممكن اصعب بطوله، بطوله 2008 وكان تحدي بالنسبه لك بعد رحيل عصام الحضري، وشلت بطوله افريقيا بالكامل مع الاهلي في 2008. زي ما قلت لحضرتك يعني هي قصه كلها النادي الاهلي، اكيد الادوار الاولى غير الادوار ال 16 وال 8 والفاينل وقبل النهائي والحاجات دي كلها. ولكن زي ما حضرتك قلت البدايه مهمه،
ان انت لما تكسب ماتش بتاخد ثقه الفوز، ثقه ال 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 ان انا خلاص باخد خطوه للخطوه اللي بعديها عشان اوصل للبطوله اللي انا شغال فيها او اللي انا بشارك فيها. يمكن احنا بقالنا سنتين كنا بدانا وحش ووصلنا الفاينل، سواء ماتش الترجي في النهائي وماتش سان داونز كنا بادئين مش كويس في الاول، حصل لنا دروب في الاول وبعد كده ابتدينا نجمع لحد ما وصلنا للنهائي. فانا شايف ان دي فرص وخبرات لعيبه بتستفاد منها وهي اوريدي عندها خبرات، والجهاز الفني نفس الموضوع، ان انت بدايه مهمه بتكسب بتاخد ثقه، ثقه الفوز ثقه المكسب بيجيب مكسب ورساله للمنافسين طبعا هو كده كده النادي الاهلي معروف، يعني رساله للمنافسين اي حد عارف اسم النادي الاهلي عارف ان هو يعني اكيد بيبقى قلقان من النادي الاهلي او مواجهه النادي الاهلي. النادي الاهلي ليه اسم كبير جدا في افريقيا وليه اسم كبير جدا حتى كمان بقى لنا كذا سنه بنوصل بطوله عالم، العالم كله الناس كلها بتتفرج علينا. ولكن زي ما قلت احنا برضو السنه اللي فاتت واللي قبليها كان عندنا اصابات فرقت معانا برضو بالظبط في الاول، بتوصل الفاينل وانت القائمه بتاعتك يا دوبك بتكمل 18 بالعافيه بالظبط. لكن دي كلها خبرات وكل دي استفاده بنستفاد منها من اللي فات، وان شاء الله النادي الاهلي يبدا بدايه كويسه عشان زي ما قلت هو مش النادي الاهلي بيبص لماتش واحد بس، هو بيبص للهدف الاكبر هو البطوله، عشان اوصل للبطوله لازم اكسب كل المباريات، ما ينفعش النهارده حتى وارد الجزئيه دي يا كابتن امير هي الجزئيه دي اكسب كل المباريات، لان كان دايما الاهلي خلال السنوات الثلاثه الاخيره تحديدا كان عنده مشكله في المباريات اللي خارج مصر، ودايما نتائجك خارج مصر ما كانتش بالمستوى المأمول وما كانتش بالنتائج المطلوبه. ممكن توصل نهائي في بطولتين بس ما بتعملش نتيجه ايجابيه بره فبالتالي ما بتكسبش البطوله. وده عكس قبل كده، الاهلي قبل كده كان بيعمل نتائج بره ايجابيه اكتر من كانت واقوى من كان بيعملها في مصر. فدي جزئيه مهمه جدا، هي جزئيه مهمه جدا عشان خلي بالك احنا النادي الاهلي برضو السنين الاخيره جاب لعيبه كتير جدا وجاب لعيبه كانت يعني بعيده عن ان هي ما عندهاش خبرات، برضو لما دخلت مع النادي الاهلي وابتدت تلعب ابتدت تكتسب خبرات سواء مع المباريات او مع الناس اللي موجوده داخل الفريق. فطبيعي ان انت عبال ما حتى الانسجام كمان يدخل مع اللعيبه فطبيعي ان انت يعني وخبره الاجواء الافريقيه والماتشات بالظبط في لعيبه انت جايب لعيبه ما كانش عندها خبرات، يعني مثلا لو قلنا حسين الشحات راجل كان هداف دوري المصري قبل ما يروح وهو في المقصه عنده خبرات محليه صح. لما لعب كاس العالم انديه ابتدى ياخد خبرات بيلعب ضد ريال مدريد ما عندوش قلق في العين الاماراتي فما عندوش قلق ما عندوش مشكله. ولكن هو ما كانش شارك في بطوله افريقيا سواء او شارك اعتقد مع المقصه بعض الماتشات اعتقد بس مش زي الاهلي بقى في الماتشات دي. ده كل ده بيجمع، راح منتخب لعب ضد منتخب افريقي استعداد لبطوله افريقيا، دلوقتي هيلعب مع النادي الاهلي بيلعب في افريقيا، كل دي بتدي خبرات بتخلي اللعيبه كلها تتجمع بحيث ان انت لازم تكسب هنا وبره، ما ينفعش النهارده العب في النادي الاهلي واجي على ارضي اكسب بس وبره بقى الان، لا مفيش الكلام ده. النادي الاهلي يعني حتى كمان على مدار التاريخ وعلى مدار السنين النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي دايما بتكسب بره وجوه، وده طبيعي ولازم يوصل الاحساس ده للاعب نفسه جوه النادي الاهلي ان انا لازم من مباراه لازم اكسب المباراه. فاكر جيلكم كان بيحطم ارقام قياسيه، يعني لاول مره فريق يكسب انيمبا على ملعبه، فاكر كان بقى لي 10 سنين انيمبا ما خسرش على ملعبه، على ملعب احنا كسبنا هدف ابو متعب باين كان ابو تريكه عمل الجول بعديها كان القطن الكاميروني برده ما كانش خسر على ارضه، احنا كسبناه في الفاينل هنا وبره، يعني في حاجات كتير جدا حصلت. أسك أبجان يعني كان برضو بقاله فترة كبيرة جدا ملك أفريقيا وكان بيعمل نتائج صعب جدا تتعادل حتى معه على ملعبه كنت بتكسبه رايح جاي فهي دي يعني الـ مش عايز أقول الفرق بين الجيل اللي قبل كده والجيل دلوقتي بس ده بيديك فارق لما توصل وتفوز بالبطولة بالظبط هي مباراة عن مباراة. بعدين خلي بالك انت في الاول حتى كمان ما بتبقاش عارف اسماء الأندية اللي انت تلعبها في البداية بالظبط ما بتبقاش بنفس القوة بان انت تلعب اسماء او أندية كبيرة سواء في المستوى او اسم النادي نفسه. فالاهلي النادي الاهلي لازم يكسب المباريات دي وبعدين يبتدي بقى يدخل على الادوار اللي بعد كده هتلاقيه بالفرق قويه. النادي الاهلي عنده خبرات كبيره جدا ان هو يكسب بطوله افريقيا والحمد لله حتى باقل يعني اسوء الظروف انت بتوصل فاينل وبتخسر مش ان انت بتخرج من نص الطريق زي ما بيقولوا لا انت بتكمله بتخسر في الفاينل ده عادي وارد بتحصل عدم توفيق او كده. ولكن انا بقول للعيبه لازم خلاص يعني بطوله الدوري عدى نبتدي بقى في بطوله عندنا كاس مصر وعندنا بطوله افريقيا ناخد من البدايه كلها بدايات لازم ابدا قوي عشان انهي قوي تمام.
ممكن مواجهه تكون سهله نسبيا ان المباراتين على ملعبك، ولا ده بالعكس بيديك يعني مسؤوليه اكتر انك لا تحسم المباراتين بدري بدري عشان تقدر تبعد عن المفاجات؟ ما احنا زي ما قلنا النادي الاهلي لازم يكسب بره وجوه، انت عندك الماتشين على ارضك فطبيعي انك تكسب الماتشين. والكوره ما فيهاش حته استهتار، يعني ما ينفعش تستهتر بفريق او ايا كان اسمه ايه، ولكن لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت حتى اللعيبه عارفة ولازم تعرف ده، ان لازم الماتش حتى لو ماتش ودي لعيب النادي الاهلي دايما نازل في الماتش الودي عارف ان هو لازم يكسب، ما ينفعش يخسر ماتش ودي. عندك اي ماتش في اي بطولة حتى لو الاسم الفريق ضعيف النادي الاهلي نازل ما عندوش حتة ان الفريق ده ضعيف او اللعيبة ملهاش اسماء، النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب ودايما الماتشات كلها واحد، كل الاندية سواء معروفة او مش معروفة بالنسبة للعيبة النادي الاهلي مباراة قوية. طيب عايز انقل لك بقى قدامنا هي صور حصريه من تدريبات النادي الاهلي، اولا بس انا عايز اقول لك الوضع اختلف، يعني زاويه الرؤيه في ملعب التتش اختلفت. انت عارف طبعا دلوقتي بعد الغرف الملابس الجديده والتطوير اللي حصل في قطاع كره القدم بالنسبه في البنيه التحتيه، صاله جيم، سبا، قاعه محاضرات، يعني الاداء جوه في غرفه قطاع الكوره اختلفت تماما عن الفترات السابقه. حتى الباركينج، يعني الباركينج بتاع العربيه بتاع اللعيبه، يعني النادي بقى داخل عنده باركينج جوه النادي تحت المدرج. تحت المدرج. شايف ان الامور يعني هو ده النادي الاهلي، دايما في تطور، دايما النادي الاهلي بيعمل احسن للمصلحه العامه، ودايما في جديد في النادي الاهلي، وهو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني سواء في الفكر او في المسؤوليه او في الحفاظ على اسم النادي. يعني النادي الاهلي دايما بيحافظ على اسم النادي، الاجيال بتيجي وبتروح، رؤساء انديه بتيجي وبتروح، ولكن هو النادي الاهلي سيظل النادي الاهلي هو فوق الجميع زي ما بيقولوا. فاكر ايام تدريباتكم لما كنا دايما موجودين في ملعب التتش زاويه الرؤيه هتختلف، دلوقتي احنا شايفين المدرج الغربي، هو المفروض ان المدرج الثاني يكون هو اللي بيتشاف له فول برج. ايوه كانوا خارجين منه، دلوقتي هو جاي من اللي هو تحت البرج، دلوقتي الصوره هتبقى مختلفه على طول بقى. يعني خلاص ده اللي هيبقى متشاف، ده المدخل اللي احنا كنا بنيجي منه، ودي الاوضه اللي احنا كنا دايما بنغير فيها والاجيال كلها كنا بنغير فيها، ولكن دلوقتي اكيد زي ما قلت مع التطور مع الانشاءات الجديده اللعيبه ابتدت تغير الغرف اللي موجوده، زود السبا، زود الجيم، الحاجات دي كلها اكيد، وده الفرق يعني بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني. تطور او تطوير البنيه التحتيه يا كابتن امير، ده اثره الايجابي ايه على اللعيبه؟ على النادي عامه مش اللعيبه بس. يعني هو زي ما قلت، يعني انت النهارده هو اللاعب دايما بيروح، لازم وده لازم الناس تفهمه، لاعب الكوره هو مش رايح بيتمرن بس كده في النادي وخلاص، لا هو لازم النادي اللاعب نفسه يبقى نفسيا مرتاح. نفسيا مرتاح طبعا. تمام. مرتاح في عقدي، مرتاح في تمريناتي، مرتاح ان المدرب بيحبني او لا حتى لو ما بشاركش، مرتاح ان انا ما فيش ضغوطات عليا، كل ده لازم اللاعب يحسه، لازم اللاعب يحسه سواء في النادي الاهلي او في اي نادي موجود او اي نادي في العالم. احنا بنشوف في لعيبه ونجوم في العالم كله ما بتبقاش مرتاحه في انديتها، كوتينيو مثلا كان في ليفربول كان مكسر الدنيا، راح برشلونه مش مرتاح عايز يرجع وهكذا، وصفافير عليه في الملعب كان بنجوم جمهور يصفر عليه. الصراحه النفسيه مهمه جدا. حته بقى الانشاءات والاداره والكلام ده كله اللاعب يعني مش هيبقى ليه دور فيه، ولكن هو زي ما بيقولوا بيتحط في اي مكان، بيتحط في غرفه دي او بتاع، ولكن الحاجات دي بتعمل عامل نفسي ايجابي كويس جدا للاعب نفسه، يعني سواء تغيير بقى ملعب، ارضيه ملعب نفسها ممكن تحس ان ارضيه الملعب مش حلوه نفسيا تبقى متضايق. طبعا. لازم العب على ارضيه حلوه، لما احس ان النهارده النادي بتاعي بيغير ارضيه الملعب، لما احس النادي النهارده بيغير اوضه اللبس، لما احس النهارده بيوفر اجهزه الاستشفاء. بالظبط. يعني افضل جهاز في الاستشفاء دلوقتي الجهاز الكاريو اللي هو بتقدر تدخل فيه نيتروجين مع ليزر في ظرف 3 دقائق، لو انت لاعب مباراه 90 دقيقه 3 دقائق داخل الجهاز تطلع تلعب بكره. لا بالظبط، هي دي اللي انا ده اللي انا بقوله في الاول، ان النادي الاهلي او لاعب النادي الاهلي، هو النادي الاهلي بص للمصلحه العامه. عارف ان اللاعب النهارده عنده ماتش، لسه خارج من بطوله هيدخل على بطوله ثانيه، داخل على ماتش هيخلص على ماتش ثاني، وبعد كده تدخل على افريقيا رايح جاي، وبعد كده عندك كاس مصر ومسافه صغيره. في النادي الاهلي شايف ان لا لازم اعمل جيم، لازم اعمل مكان الاستشفاء، لازم اعمل مكان الجاكوزي في تلج، في جاكوزي سخن، الحاجات دي كلها مهمه جدا. وهو ده بيبقى في الصالح العام، وده زي ما قلت ده بيبقى بالتنسيق مع اللعيبه مع الجهاز الفني مع الاداره مع لجنه الكوره، كل ده
وده سيستم كامل كله اداره سيستم. كامله بتشتغل عليه سيستم سواء من مجلس اداره سواء من اللعيبه. ما هو انت خلي بالك التواصل ايه اللاعب بيبقى عنده مثلا مدير كوره كابتن سيد ابو حفيظ طبعا انا بحييه جدا وعامل مجهود كبير جدا جدا مع اللعيبه وشال ضغط برده عن اللعيبه في اوقات كتيره جدا فانا شايف ان هو يعني له دور كبير قوي قوي في في الفتره الاخيره. الجهاز الفني الناس اللي موجوده الجهاز الفني عنده اسماء كويسه عنده خبرات كابتن خطيب ومجلس الاداره عارف امتى بيتدخل وامتى بيشيل الضغط عن اللعيبه كل دي وشوف احتياجات اللعيبه كل ده ده سر نجاح النادي الاهلي. لا وبنسبه يعني حضرتك بتتكلم الشيء بالشيء يذكر خبرات الجهاز الفني قدامنا اهو في الصوره حتى الكابتن محمد يوسف. الكابتن محمد يوسف السنه دي في اي مكان بتطلبه عشان الجهاز محتاجه او فريق كوره محتاجه هتلاقيه موجود. طلب منه يكون مدير كوره كان موجود، طلب منه يكون مدرب عام موجود، مدير فني موجود، مكمل حتى مع لاسارتي موجود. وكابتن يوسف واخد دوري ابطال افريقيا قبل كده مع النادي الاهلي عام 2013 كان مدير فني. فهو حتى قدامنا في الصوره فالشيء بالشيء يذكر واحنا بنتكلم عن كل الناس اللي كان ليها يعني الناس كلها اجتهدت واشتغلت كمدير كوره كمدرب كمدير فني كلاعيبه كمان كان دور مهم جدا كعمال قطاع الكوره الكابتن محمود الخطيب لجنه التخطيط في الاخر بتخطط كمان للفتره اللي جايه كله بيأدي حسب الدور المنوط بيها يا كابتن امير. يعني زي ما حضرتك قلت كل دي عوامل للنجاح. انت النهارده عندك لجنه تخطيط كابتن خالد بيبو وكابتن زكريا ناصف وكابتن شيخ طه اسماعيل يعني الناس بتشتغل مجلس اداره بيعمل امتى اجتماع لجنه كوره عشان يعرف اللعيبه احتياجات اللعيبه مين اللي ما جددش مين اللي محتاج عقده يزيد كل دي عوامل نجاح النادي الاهلي. وميزه النادي الاهلي ان كل واحد عارف هو بيشتغل ازاي سواء من عامل او لاعب كوره اداري مسؤول كل ده احنا في الاول وفي الاخر احنا بنبقى جزء من كيان النادي الاهلي. فالقصه كلها ان انت التكاتف ده كله وكل واحد بيبص لمصلحه النادي وكل واحد بيشتغل صح هو ده اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي تاني. طيب فرصه وانت معايا برضو اسمع رايك. يعني قدامنا مثلا عمار حمدي لاعب صاعد طلع اعاره ورجع مع النادي الاهلي وموجود معاهم الفتره الجايه. أفشة محمود متولي اليو ديانج كلاعب عنده خبرات وكنت كابتن في النادي الأهلي إزاي بتستقبلوا لعيبة جديدة لسه داخلة منضمة للصفوف الفريق الأول وإزاي بيخشوا يندمجوا بسرعة عشان يبقوا موجودين جوه المجتمع الأهلي أو كيان الأهلي؟ بص هي دي ميزة النادي الأهلي دي حقيقة. في عوامل تانية أنت عندك اللعيبة النهاردة لو شفنا أفشة شفنا محمود متولي إحنا كل اللعيبة دي موجودة في المنتخب مع بعض. وجوده جوه النادي الأهلي دي ميزه ان انت عندك النهارده حتى لو لاعب جاي من اي نادي منافس نادي كبير بيدخل جوه على طول في التيم من افريقيا بيدخل التيم هو ده روح الجماعه روح اللعيبه. انا شايف ان اللعيبه نفسيا كمان مبسوطين جدا الناس المصابه راجعه باشتياق للكوره. فشايف ان ميزه النادي الاهلي ان اللعيبه بتدخل على طول الاجواء نظيفه زي ما بيقولوا اجواء نقيه ان انت النهارده عندك لعيبه مميزه لعيبه محترمه جدا لعيبه يعني مؤدبه جدا لعيبه خلي بالك لعيب النادي الاهلي بيبان وهو سواء في تجمعات منتخب او في اي مكان لعيب النادي الاهلي بيبان من 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 سلوكه بيبان من نظامه بيبان من تركيزه في الملعب هو محطوط تحت ضغط فبيبان لعيب النادي الاهلي. والاجواء انا شايف ان الاجواء كويسه جدا واي حد حتى لو داخل ممكن يلعب ماتش بعد تاني يوم ودي الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي وده دور اللعيبه الكبيره اللي موجوده اللي عندها خبرات ده دور كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني لجنه كوره طبعا ما بتقعد مع مجلس الاداره ما بيجي يختاروا اللعيب للنادي الاهلي بيجيبوا اللاعب اللي هيفيد النادي الاهلي اللاعب اللي هو فعلا اخلاقيا وسلوكيا وفنيا يقدر يمثل النادي. دي كلها عوامل النجاح زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام برضو احنا بنتكلم في جزئيه النادي الاهلي والتدريبات قدامنا النهارده بنتكلم في الخميس الماتش يوم الاحد خلال ال 72 ساعه ازاي بيتم التحضير لمباراه مهمه زي مباراه بطوله افريقيا وانطلاقه وبدايه جديده وتغيير دوافع بقى انت فزت بالدوري وكان في احتفالات وكان في افراح خلال الفتره الاخيره وبتبدا بطوله تانية بعد 3 ايام في الثلاث ايام ده الجهاز الفني بيقول للاعيبه او انت كنت ضمن طبعا لاعب النادي الاهلي كنت موجود في 2008 وحضرت بطولات كتير لكن في التوقيت ده وفي ال 72 ساعه بتتحضروا ازاي؟ هو مش الموضوع في 72 ساعه بس ايوه الموضوع بعد ماتش الزمالك الموضوع بعد ما احتفلنا بالدوري انتهى خلاص احنا عندنا الماتش انتهى البطوله انتهت لازم نحضر عندنا ماتش انت حضرتك بتقول 72 ساعه من ماتش الزمالك فرق قد ايه؟ بنتكلم في حوالي 10 ايام 10 ايام
هو بقى النادي الاهلي لا يعني بعد نادي الزمالك خد اربع ايام راحه بعد الماتش على طول في الاوضه انا متاكد ان كابتن سعد الحفيظ والجهاز الفني اتكلم يا جماعه خلاص نفرح النهارده خد اجازتك اربع ايام نبتدي نشتغل جامد عندنا بطوله كمان ايه 10 ايام اللي احنا بنتكلم فيها 72 ساعه دلوقتي فالموضوع مش 72 ساعه بس الموضوع ان انا خلاص خدنا البطوله وخدت راحتي كويس ابتديت اشتغل بعد اربع ايام من مباراه نهايه الدوري نادي الزمالك تمام ابتدي احضر امتى انزل بالحمل امتى اعلي الحمل شويه امتى اعمل ماتش ودي في النص او ماتشين بين الماتش الودي وبين الماتش الودي قد ايه هل الماتش الودي ده هيفيدني ولا لا هل الماتش الودي دوت انا عامل ماتشين ولا واحد لازم اعمل اثنين عشان الاساسي كده كده بيلعب الاحتياطي لازم ياخد جزء بعد كده هاجي على الماتش الثاني لازم جزء من الناس الاساسيه على الناس اللي هي ما بتشاركش كل دي عوامل مع التنسيق مع الجهاز الفني ولجنه الكوره والاداره بعد كده بتدخل بقى على 72 ساعه دي بتفرق في حاجه واحده بس التركيز بيزيد قوي تاني حاجه بيبقى عندي قبليها ب 48 ساعه لازم عندي تراي ماتش عندي تمرينه قويه شويه فيها تكتيك ببتدي احط الناس اللي هتلعب بنسبه كبيره ممكن يبقى عندي واحد او اتنين محتار فيهم ابتدي العب في الخطه شويه او في او احط ده مكان ده شويه لحد ما اثبت على التشكيل ببقى داخل قبل الماتش بيوم بيبقى الماتش خفيف التمرين خفيف جدا حاجات بسيطه بيبقى خلاص التشكيل بيبقى باين واضح اللعيبه بتدخل في معسكر اللعيبه تبتدي بقى كل واحد عارف دوره ايه سواء اللي هيلعب او مش هيلعب وده التحضيرات اللي هي قبل قبل التحضيرات نفسيه كمان مهمه جدا تلاقي في اجتماع تلاقي في حاجه هو ده اللي بيحصل قبل الماتش ب 72 ساعه زي ما قلت النادي الاهلي يعني ماشي بمنظومه وده الفرق بينه وبين اي حد تاني. طيب سؤال اخير واتمنى اجد اجابه عليه من خلال الكابتن امير ليه دايما عندنا في مصر في ازمه في احتراف حارس المرمى ليه ما بنشوفش حراس المرمى محترفين في الخارج رغم ان الفتره الاخيره بقى خلاص عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين بيحترفوا في الخارج هو زي ما حضرتك قلت يعني لو اتكلمنا على الاحتراف كان الكابتن نادر السيد قعد فتره كبيره جدا وكان خرج بعد كاس الامم الافريقيه عواد شويه لما راح السعوديه الحاضر يرجع السنه السعوديه ولكن احنا عندنا حراس مرمى هي الفكره زي ما قلت لحضرتك قبل كده النادي انا هتكلم انديه مش انا بتكلم في شكل عام في الكره المصريه مش النادي الاهلي بتكلم في الكره المصريه بالظبط النادي النهارده بيجي يبص ان انا النهارده عندي اتنين حراس مرمى لو انا مشيت واحد هل التاني بنفس قدر المسؤوليه والمستوى ان هو يقدر يشيلني ولا لا يعني مثلا هقول مثلا النادي الاهلي النهارده عندك شريف اكرامي وعندك محمد الشناوي وعلي لطفي لو اتكلمنا على اتسالت قبل كده النادي الاهلي محتاج جول كيبر ولا لا في الفتره الاخيره فطبعا قلت لا طبعا لان انا عندي اتنين تلاته حراس مرمى ممتازين تلاته حراس مرمى دوليين وخبرات كبيره انت عندك النهارده الشناوي لما بيلعب شريف كرامي موجوده وعلي لطفي فانا اتسالت فقلت ان في حاله واحده بس ان النهارده لو محمد الشناوي جاله عقد احتراف ممكن في اللحظه دي في ظل كان طبعا شريف كان بعيد شويه للاصابه علي كان بقاله فتره كبيره جدا ما بيشاركش ولكن في وجود الشناوي وشريف وعلي انا مش شايف ان في مشكله في حراسه المرمى والاحتراف لازم برضو عن طريق النادي لو حارس مرمى جاله هو النادي اللي بيقرر بيشوف مصلحه النادي بيشوف مصلحه اللاعب نفسه وبعد كده بيقرر بقى سواء يقعد او يمشي تمام كابتن امير عبد الحميد انا بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب وعيد اضحى مبارك يا رب وان شاء الله نلتقي دايما كده على خير ونتمنى كمان على مستقبل اكاديميه الاهلي ان شاء الله في زايد ونشوف كمان لاعبين صغار يطلعوا تحت ايدين الاكاديميه ونشوف الفتره الجايه ان شاء الله في قطاع ناشئين والفريق الاول باذن الله ربنا يخليك يا حماده متشكر جدا ليك انا سعيد ان انا معاك النهارده كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه وسلامه دايما يا رب الشعب المصري والامه الاسلاميه بخير وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله باذن الله ان شاء الله شكرا جزيلا كابتن امير فقره كانت مهمه جدا في ختام حلقه الاهلي الليله في ختام هذا الاسبوع يوم الخميس مع الكابتن امير عبد الحميد قدر الامكان حاولنا بس يعني ايه نلقي الضوء شويه على التفاصيل الصغيره اللي ممكن تكون في التدريبات في غرف خلق الملابس في الاستعدادات للمباريات الافريقيه الدوافع المطلوبه في المرحله القادمه ولما لا انا معايا النهارده يعني كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي واحد الحراس اللي شال بطولات افريقيه مع النادي الاهلي في توقيت كان صعب جدا لا سيما نهائي افريقيا في الجروه مع القطن الكاميرون ان شاء الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه وكل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه وجماهير النادي الاهلي يا رب بخير وفي صحه وسلامه دائما يا رب وعيد اضحى مبارك على الجميع باذن الله خلال الفتره القادمه شكرا والى اللقاء